اسبوع مش اسبوعين ولا حاجه، اول اسبوع بعد هنبتدي ناخد الجلوسري بتاع الداينا، وان شاء الله باذن الله بعد كده هنبتدي بقى ايه ننطلق. انت تنطلق يعني، انا ماشي في 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 في, في المنهج المشروعي، وهتبتدي حضرتك تنطلق. خلاص كده، دي منهاتن بالليل تصوير. انا عايزين ايه بقى؟ طبعا هنطفي النور يا فندم. عم هشام نبي اطفي النور عشان في ناس لسه ما كملتش نوم في البيت، عشان يكملوا نوم. اطفي النور اللي قدام بس يا عم هشام، الله يخليك. يلا يا اولاد ناموا بقى. بس خلي ودنك مني يا عم هشام، علشان اول ما يروحوا في النوم نصحيهم مفزوعين على ايه، على حاجه كده. طيب بصوا بقى، في البريك او بعد الحصه اولاد، اي حد عنده اي صعوبه لا يتردد في ان هو يسال، كويس؟ ونحاول شويه قدر الامكان حاجتين نلتزم بيهم برضو، عشان زمايلنا بيبقوا ديستراكتد شويه. نحاول نخلص او نتخلص من فكرتين. الفكره الاولانيه اللي هي فكره ان احنا ناس عايزه تسبق بالكلام علشان تبان انها عبقريه، رساله وصلت. الرساله وصلت لي انا شخصيا، الرساله وصلت لي، وصلت لي انا 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 متاكد ان انتوا جامدين جدا، اقوى دفعه شفتها زي ما بقول لكم من 4-5 سنين. بس الكلام ده بيلخبط شويه من زمايلنا، ده واحد هو بيبتدي يسرح، مش واخدين بالكم اللي بيحصل. انت بتبتدي تتكلم هو بيبتدي يسرح، هو ترى هو ده ليه عبقري وانا مش فاهم. ويبتدي يروح في الحكايه دي شويه، عبال ما يرجع نكون احنا ايه مشينا شويه كده، واخد بالك؟ فلما نمشي شويه نرجع ممكن لقينا اتكلمنا حبه كتير وهو ما كانش معانا، هو مركز ايه اللي بيقولوه ده غلط يعني. يا فندم هو مش كتير. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. تبي ديستراكت؟ ايوه ده انا بقوله، ومش هسمعه في نفس الوقت. حاضر والله مش مصدق. طيب بصوا يا اولاد، اول حاجه بفكركم، بصوا رابيد ريفيو سريع كده. اول حاجه بفكركم ان النسبه، قولوا انتوا بقى سمعوا معايا كده، شوفوا انتوا فاكرين ولا لا، نسبه الابورشن كام في المية؟ 15%. يعني ايه 15% يا اولاد؟ يعني الستات 15% من البريجنسي. لو في 100 ست حملوا، في 100 ست حملوا، في 15%. بصوا يقول لك ايه 15% of all clinically detected pregnancy. لو في 15 واحده ست حملوا، منهم 15% ايه بيسقطوا. زي ما اتفقنا 80% منهم فين؟ في الفيرست تريمستر. عشان كده احنا شرحنا الفيرست تريمستر واسهبنا فيه، وضربنا بقين كلام على السكند تريمستريك ابورشن، لانه حضرتك لو جالك في الامتحان كيسز، الكيسز ديت هتبقى بنسبه 99% بقى مش 80% عباره عن فيرست تريمستريك ايه، فاخدنا وبدائل وطوافق ومش عارف ايه وكده. خلينا تاني ايه على جنب، ماشي الكلام. المره اللي فاتت اتكلمنا على الايتيولوجي بس ما اتكلمناش على الريسك فاكتورز. هتبتدي تسال نفسك ايه الفرق بين الايتيولوجي والريسك فاكتورز؟ ما هو ده اللي هيخليك تبقى فاهم قد ايه قيمه الكلينيكالي اورينتد تيتشنج. انه الايتيولوجي معناها ان كذا يؤدي الى كذا، كذا يؤدي الى كذا. انما احنا مش قلنا ان في 50% اس ايديوباثيك؟ مش عارفين نفسر قوي الحكايه. طب ال 50% دول لما جابوهم، مش هو بقى ال 50%، كل الناس لما جابوهم وابتدوا يعملوا اناليسيس ديموغرافيك، يعني ايه؟ انا عندي 20,000 عيانه ابورشن، ابتدت اسالهم اسئله على البيرسونال هيستوري بتاعهم، على الاوبستريك هيستوري بتاعهم. ايه في البيرسونال هيستوري لفت نظري؟ فلفت نظري في البيرسونال فاكتور ان الستات دول فيهم نسبه كبيره عواجيز. فيهم نسبه كبيره ايه؟ عواجيز. هتقول لي طب وايه علاقه العجز؟ بقول لك ما هو ده ريسك فاكتور. ما هو لو كان ايتيولوجي ممكن نحط له بوستيليشن، ممكن نحط تفكير انه مع السن الكبير مثلا بيبقى الست حملت كذا مره فيبقى سيرفكس بتاعها ضعيف مثلا. مع السن الكبير بيكون اليوترس ده تعبان او الفاسكولاريتي بتاعته مش زي البنت اليونج اللي فاهمين الفكره ازاي. طيب نمره 2 الاكستريمز اوف ويت، مش بس التخينه لا كمان مين؟ الرفيعه.
واحنا كنا قلنا اتكلمنا على الحته دي ان قلنا ان التخان دول لما يجي لهم ريكيرنت بريجننسي لاس من الحاجات اللي انا بعملها ان انا ايه اعمل ريدكشن للايه للبودي ويت بس مش لدرجه انها تبقى ايه اندر ويت. اللو سوشيو ايكونوميك ستيتس ان الفقراء لهم الجنه انه الست الفقيره ديت اللي هي مش بتعرف تاكل ومش بتعرف تاخد السبلمنتيشن بتاعها كويس من الاكل ممكن لايبل فور ابورشن. دي البيرسونال. الريبرودكتيف رقم واحد انها تبقى متعوده دايما انها تسقط، يعني كل لما واحده تسقط اكتر بريفيوس سبونتينيوس ابورشن فتبقى متعوده دايما. يعني ايه؟ يعني السقط الاولاني بيزود لك شويه من نسبه انها تسقط، تاني السقط التاني بيزود لك من نسبه انها تسقط، تالت وهكذا. انكريز الجرافيتي والباريتي، ودي يمكن اتكلمنا عليها وقلنا ان كل ما الست تسقط كتير مش كده هيبقى سوري مش لازم تسقط، كل ما تحمل بشكل عام. تعرفين الفرق بين جرافيتي وباريتي ولا بقى الاول؟ جرافيتي ده يعني شالت وبرا يعني حطت، شفت السهله ازاي؟ شفت سهله ازاي؟ جرافيتي ده يعني شالت يعني حملت وبرا يعني ايه؟ يعني حطت يعني ولدت او ايه؟ او سقطت. فرق من دول مش مهم. طيب الميديكيشن والسبستنس قلنا الخمر والميسر والانصاب والازلام الالكهول والسموكينج وهنا والكوكين. وبيقول لك ايه السموكينج اكتر من 10 في الدي، يعني تشرب لها سجاره تفاريح كده في اليوم ما تجرلهاش حاجه. وعلى فكره الكلام ده تلاقي بيبر جايه لك من مكان محترم تقول لك ان سجارتين في اليوم حاجه كويسه، اي كلام طبعا. يقول لك انه 5 وحدات الكهول في الاسبوع ومانو اهو برضه لوليه ما نقلش مزاجها، فاهم؟ لو فوليت، لو بلازما فوليت، مالكش دعوه بالصوره يعني ده بس فول كده عشان يعني نفتكر ايه حكايه لو بلازما فوليت. الفوليك اسيد اذا كنت بعمل سبلمنتيشن في الفيرست تريمستر لاي حاجه فالسبلمنتيشن اللي انا بعمله في الفيرست تريمستر هو بالاساس لمين؟ للفوليك اسيد. اوكي ده مراجعه دي الريسك فاكتورز اقولهم تاني او نقولهم سوا. البيرسونال هي سيده متقدمه في العمر مش كده، سيده متقدمه في العمر في الاكستريمز اوف ويت في اللو سوشيو ايكونوميك ستيتس، صح؟ ده واحد. نمره 2 الاوبستريك فاكتور هي ست متعوده دايما، يعني سقطت قبل كده او ولدت او حملت كتير قبل كده. وكلمنا على الست منا شلبي وازاي ده ممكن يضعف السيرفكس ايه بتاعها. بالنسبه لي الميديكال فاكتورز احنا عندنا جانبين انه الاكثار من الحاجات الوحشه والاقلال من الحاجات الحلوه. الاكثار من الحاجات الوحشه اللي هو الالكول والسموكينج والكوكين والفكره ديت، والاقلال من الحاجات الحلوه اللي هو لو بلازما ايه فوليك اسيد. مين بقى يفكرني بالايتيولوجي او الريسك فاكتورز؟ قولهم عشان خاطري. واحد فيتال كوزس، قولهم ها. كروموزوم الابنورماليتي، اديني وانا ضايع. كروموزوم الابنورماليتي مين اللي بيعمل ابورشن فيل؟ ايه الحلاوه دي؟ طيب الموست كومن كروموزوم الابنورماليتي اللي يعمل ابورشن انيوبلويدي اللي هو اهم حاجه في الترايسومي اللي هو اهم حاجه وحوش. عايزين بقى اللي هي الحاجات بتاعه طابور الصباح الساعه 7. طيب وبعدين الحاجه الثانيه ممكن يبقى فيه بوليبرويد وكده، صح؟ طيب وفي كونجنيتال فيتال مالفورميشن. بص اقول لك ده اسمه كاريوتايبنج. ده اسمه ايه؟ كاريوتايب. هنا مثلا كل الكروموزومات 2 ما عدا صاحبنا ده ترايزومي ايه 16 مش كده بس. دول ترايبلويدي، شايفين كل كروموزوم في منه 3 فرق ازاي؟ يبقى هنا كلهم اتنينات ما عدا بس 16 3، هنا كل دول ايه تلاتات. جميل واصفر. نمره 2 كونجنيتال فيتال مالفورميشن. بصوا في عيال بتتولد ازاي ولا يعني ازاي الكلام ده كده بيبقى انكومباتبل وذ لايف. انت هتقالك ان ده كائن فضائي، انما لا ده موجود وصورناه مش كده. طيب قلنا ممكن يبقى سبب الكونجنيتال كروموزومال جينيتك اكسترنسك وانترنسك. اكسترنسك او بوليوشنز وحاجات زي كده او تراتوجين، واحنا هنا دي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى كروموزومال وكونجنيتال فيتال مالفورميشن 10 على 10. طيب الماتيرنال كوزس قولوا مفكروني كده ها. واحد ايه يوتراين واندوميتريال، عباره عن جزئين. الجزء الاول اسمه البقات ضيق والجزء الثاني اسمه السيرفكس ضعيف. خلاص اوعى إيه تنسى بقى. طب المكان ضيق دول 3 حاجات قولوا ها. كونجنيتال
malformation of the uterus اهم congenital malformation of the uterus زي septum زي hypoplastic uterus fibroid او polyp وبعدين اسمه ايه دي اسمها ايه 10 مان سندروم عظماء كم انتم عظماء يا اصدقائي رقم 5 ها هاي سيرفايكال انسفيشنسي اندوكراينوباثي قولوا قولوا مين المعلم ليوتيال فيس ديفكت هاي ومعاه مين بقى اخواته بقى الصغننين بقى المؤامره الخارجيه ها المؤامره الخارجيه اسمها ايه ها ثايرويد وادرينال ودايابيتس ميليتس ماشي الكلام طيب immunological disorder and thrombophilia فاكرين الاثنين ميكانيزم ولا لا واحد اللي هو ايه hypercoagulable state تعمل thrombosis صح ودي هلاقيها في الحاجات زي الانتي فوسفوليبيد مثلا او الاقيها في الاميون سيستم زي اللوبس وكده نمره 2 الالوجينيك فاكتور فاكرين الالوجينيك فاكتور يعني ايه يعني فيتال ريجكشن فيتال ريجكشن زي رينال ريجكشن يبقى في فيتال ايه ريجكشن طيب الانفكشن اتفقنا يا اسندنج انفكشن يا ستورش صح ولا لا يا اسندنج انفكشن يا ستورش وده غالبا بيبقى في السكند ترايمست سيستميك إلنس في اي حته قولهم قولهم يبقى الماتيرنال سمعوني كلمه حلوه كده ها يوتراين واندوميتريال اندوكراين وايه بقى امينولوجيكال وانفكشن وإلنس سهله شكرا التروما شوفوا دي صوره لحاجه اسمها كوريونيك فيلا سامبلنج اللي هو بجيب الالترا ساوند وادخل ابره عشان اخد سامبل من الكوريونيك ايه فيلاي مش مهمه دي قوي انا مش عايزك تعرف الصوره دي بس ده حمل على لولب شايفين الشادو الابيض ده لولب بس مش مهم قوي يعني اكسترنال تروما بقى حد خبطها اتخرشمت طيب دراج وتراتوجين وخدنا ليها امثله في الاخر يا اولاد يفضل ان الان اكسبليند ان بيبي كروموزوم اللي حلو وام حلوه كله حلو ولكن احنا مش عارفين الايه الحكايه جايه منين طيب الكلينيكال تايبس فاكرين الرسمه دي قولهم قولهم عشان خاطري بتبقى الست باديه نورمال بريجننسي لما يحصل بارشال سيبريشن يعمل ايه يا اولاد قولوا ايه طب انا ما اجيش هنا يعني خالص يعني ما انا برضو انسان ونفسي اتحرك طيب قول كده ها قولوا بسيبكم البتاع سيبوه يفتح براحته ها الست بتبقى نورمال بريجننسي لما يحصل بارشال سيبريشن يقوم يحصل حاجه اسمها ثريتند ابورشن هايلين ثريتند ابورشن ده البيبي صحي ولا ميت سيرفكس ايوه كده احسن العرض الاسطوره مش عارف ايه عشان طابور الصباح طيب يبقى السيرفكس مقفول الفيتال لايف بوزيتيف هايلين طيب المين مانجمنت بتاع انا بصوا بركز على الحاجات اللي انا بقى ايه عايزها بقى اللي هي ظهره الزهره انا عايز حاجات هو ده اللي انا ايه زي ما انتم شايفين كده شايفين نفسه بعميزه ده اللي اسمه طب الشارع يا ولد طب الشارع طيب قول لي المين مانجمنت اسمه ايه ادي بروجستيرون او اعمل ريست بيز كونتروفيرشن هايلين طيب كان سيناريو عندي للسيده الفاضله اللي عملت اكسبكتد مانجمنت بالاساس ثلاثه المين او الاساس انها ترجع الله 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 يا اما تجي لي قبل اسبوعين وهي في حاله انيفيتابل ابورشن طب الانيفيتابل ابورشن دي لو اليوترس خرج ما فيه يا يخرجوا كله ولا حته منه ولا كله وفي الاخر يفضل ايه يا حاجه يا ايه يا ايه معلش يا كومبليت ابورشن يا ايه ده الجمال ده طيب سيناريو اخر جت بعد اسبوعين قالت لي والله انا بقيت جميله جدا واقسم بالله عارفين الستات دي بقيت حلوه جدا وحاجات كده والدم حضرتك راح والوجع راح ده حتى حضرتك الترجيع راح اتبسطت ولا زعلت زعلت ولقي في اتنين ديستشارج بقى اون توب اوف المسخره دي اسمهم ايه براونش ديستشارج و السيرفيك مقفول لو كان مفتوح كان بقت انيفيتابل جميل في اتنين بس يا ولاد سيرفيكس بتاعهم مفتوح الانيفيتابل ويل طيب المهم ايه الالترا ساوند كريتيريا اللي انا اشخص بيها ميس ذا ابورشن اكوردنج للديفرنت باثوجينيسيس يا ايه يا اما ساك ما فيهاش بيبي بس
أكتر من الدنيا وأنا ضيع. طيب يا إما كان في اللايف نيجاتيف بس كراون رامبلانس أكتر من الدنيا وأنا ضيع. ماشي الكلام. أنا مبسوط، أنا مبسوط. طيب طيب ماذا تفعل لهذه السيدة الأمورة جدا اللي هي عندها ميزد أبورشن؟ إيه الفيرست لاين؟ قولوا قولوا إيه؟ إكسبكتنت مانجمنت. قالت لك انجزني شوية، أعمل لها إيه؟ 4 باي 4 أحلى 8 الساعة 8 دلوقتي كده، مش كده ولا إيه؟ طيب غرضي إن أنا أحولها من ميزد الإيه؟ لا لكمبليت يا صيع، من كل من ميزد الايه مرورا بمرحله مين الايه اللي بقى ما هتعدي عليها هتعدي عليه، بس انا غرضي ان انا احولها من ميزد الايه لكمبليت، وان شاء الله سلامات سلامات. هي لما تعدي من ميزد الكمبليت بالاكسبكتد مانجمنت او بالميديكال ايفاكويشن يبقى انا ما عملتش انترفنشن. مبسوطين مبسوطين كويس قوي. ولكن ايه جايز تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ولاقيها في الانيفيتابل بتنزف ابقى اخش ايه اجحدها. جايز الاقيها من بعد الانيفيتابل بقت انكمبليت اخش ايه اجحدها، بس انا هنا قللت البوسيبيليتي بتاعت فكره ان انا ايه اجحد. ما في يعني اجحدها لا ساكشن ساكشن وكده. طيب يبقى ده الاوبشن اللي هما الاكسبكتنت والميديكال ايفاكويشن. قالت لي مش قادره استنى يوم كمان، ارجع بقى متشوقه عندها انكشس انكشس انت انكشس خلاص. ادي واحد اتنين فيلد ميديكال تريتمنت ديفلوبمنت اوف كومبليكيشن. ايه الاثنين كومبليكيشن ده مشهور قوي ده مشهور قوي ايه دي اي سي و سيبتيك ابورشن ده مشهور قوي صح. يبقى ساعتها لازم اتدخل وناوز ناو على راي الست هيلاري كلينتون ناوز ناو واخش اعمل لها عمليه اسمها ايه بي ان سي المره دي لان السيرفكس ايه مقفول. احبه طيب النوع السادس والاخير اسمه ايه يا اولاد؟ سيبتيك ابورشن. طب والسيبتيك ابورشن ده سيناريوهات، اديني سيناريوهات. في اتنين مشهور قوي هيجي معاهم اسمهم ايه و طب ينفع تيجي انيفيتابل؟ فاكرين الولاده بتاع عود الملوخيه يا ولد؟ فاكر الولاده بتاع عود الملوخيه؟ يبقى ينفع يجي اون توب اوف كل التايبس ما عدا يمكن الثريتند والكومبليت هم اللي استحاله يبقوا ايه يبقوا كده. جميل واصبر. متشكرين 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 اللي عدى واللي راح. طيب بصوا بقى ايه الكومبليكيشنز بتاعت الابورشن. المثلث الاول اسمه ايه معلش؟ infection injury bleeding. احبك. البليدنج ده ممكن يبقى سيفير صح طبعا في الايه في الانيفيتابل، كونتينوس في الانكمبليت. البوست ابورتيف اتكلمنا على الريتيند برودكت اللي هي الموست كومن، كوريو كارسينوما الموست دينجرس، والانجري والانفكشن واللوكال والجنرال. في ناس قالت لي يا دكتور يعني ايه لوكال ويعني ايه جنرال كوزس؟ ام قال لك اللوكال كوزس يا حبيبي زي يكون عندها سيفير سيرفاسايتس سيفير فاجينايتس، يكون عندها سيرفايكال كانسر، يكون عندها فايبرويد، يبقى هي بتنزف لحاجه ملهاش علاقه بالابورشن. ده اسمه جنرال لوكال كوز. طب جنرال سوري ده اسمه يعني اللوكال كوز. طب جنرال كوز زي ايه؟ عيانه بتاخد انتي كوجيليشن، عندها ليفر فيلير، عندها فون فيلبراند ديزيز. في ناس ماسكه نفسها عن نفسها تقول هيموفيليا، بس هيموفيليا بتيجي اكتر للصبيان، بيجي اكتر للصبيان مش كده؟ فهمت يعني ايه بتاع دون جنرال ولوكال وهيموراجيك شوك اون توب اوف هذا الكلام؟ ده سؤالك. احتمال قليل لما قلنا في سيباريشن لو ده الميكانيزم، وده ده ميكانيزم قليل. احنا خدنا ميكانيزم رئيسي اللي هو نزلناه سكند لو في سيباريشن. طيب سيبك من الكلام ده لان احنا هناخده في سكيمة الانفكشن. الانجري بقى الانجري بص يا اولاد الصوره دي بتاعت بيرفوريشن شايفينها؟ ده الدايليتور اللي انا حاطه ده شايفينه؟ شايفين خارج من الرحم ازاي؟ هنتفرج اكتر شويه بس كمان شويه. طيب بن علي هرب صح وقذافي مات. طيب هرب هايبوفايبرينوجينيميا وقلنا في الميزد والسبتك صح. ار اتش ايزو ايمونايزيشن سايكولوجيكال تروما سبيشالي ان برايم جرافيدا ماتيرنال مورتاليتي لكل ما سبق زائد الاناثيتك ايه كومبليكيشن. طيب
دي الجنرال سكيم يا اولاد اللي احنا مشينا عليها. بفكركم ان كل واحد من الابورشن كنت بتكلم على ميز بيريد او منسترول ديلي، كنت بتكلم على بليدنج وبين وكومبليكيشن. انا عدلتها بدل بي اي سي خليتها بي بي سي، بليدنج وبين وكومبليكيشن. ايه دي كانت ابدومينال بين عشان ما تتلخبطوش، ايه دي كانت ايه ابدومينال بين عشان اللي بيقرا 111. وكل مره اتكلمت على اليوترس، وفي اليوترس اتكلمت على اليوترس شخصيا والفيتس، واتكلمت على السيرفكس. في الانفستيجيشن اتكلمت مني على الالترا ساوند. طيب يا دكتور البيتا اتش سي جي اللي هو اختبار الحمل ده ليه قيمه اثناء الابورشن؟ حاله واحده بس وهي مش مهمه قوي الحقيقه، عشان برضو لو انا عندي عينه ثريتند ابورشن، مش لما الاقي الاتش سي جي نورمال وبيزيد بشكل طبيعي اعرف ان البروجنوزس كويس؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني مثلا لو انا العيانه اللي خمس اسابيع الاتش سي جي بتاعها المفروض يبقى 10000 15000، مفهوم؟ طيب ما ده كويس. لو هي فعلا 10000 15000 وعدته كمان 3 ايام لقيته بقى 20000، يعني بقى دبلت which is normal، صح؟ يبقى ده معناه ان الحمل ده واضح ان هو ماشي كويس، وان دماغك بقى فكك من النقطتين الدم ان شاء الله الدنيا اطمن الست بس. فده دور. وهل ده بيتعمل اليوجوال؟ لا. يبقى الرول بتاع الاتش سي جي ان جنرال هو في الثريتند ابورشن ان انا اتاكد ان هو ايه. وليه دور تاني، بس الدور التاني ده سيبني اتكلم عليه الحصه الجايه. بصوا بقى الدلع الدلع النص التاني من الحصه الجايه، اللي لما كل بقى الاسبوع ده يجي في تلت ساعه، الاسبوع بالكامل يجي في تلت ساعه، ماشي؟ ويمكن انتوا سمعتوا الكلمه دي، يقول لك ايه، نفرد الدنيا وبعدين نطبقها، بعدين نفردها وبعدين. ايوه انا بعمل كده، انا بفرد الدنيا واطبقها وافردها واطبقها، وكل شويه تطبق معايا، طبقها معايا يا ولد عشان تحطها في اقل عدد من السلكاي والجيراي. ما تخافش استخدم اقل سلكاي واقل جيراي. العلاج انتي شوك ميجرز لما احتاجته، في عندي مين تريتمنت. هنا بقى انا عايز بص يا اولاد، في الميديكال ايفاكيويشن استخدمت دوايين، دواء اسمه سايتوتاك اللي هو الميزوبروستول، والدواء اسمه اوكسيتوسين. استخدمت الميزوبروستول فقط في الفيرست ترايمستر، في السكند ترايمستر وافضل احايله، ما يردش اقول له يا سيدي، ما يردش اعمل له ايه السيرجيكال مانجمنت. طب السيرجيكال مانجمنت ده تعالوا نتفرج بقى، للي اتفرج واللي ما اتفرجش، لانه في ناس كتير ما اتفرجتش. اولا يا اولاد دي اسمها عمليه اسمها ساكشن ايفاكيويشن. يعني ايه ساكشن ايفاكيويشن؟ ده اسمه سبيكولم. يعني ايه سبيكولم؟ يعني مباعد. ايه قيمه المباعد ده؟ ان انا عندي دي فتحه الفاجينا اهي، بدخل فيها بتاع عامل كده، يقوم داخل البتاع اللي عامل كده، هوريهولكم دلوقتي تاني في الفيديو 3D، وبعدين يقوم فاتح كده، بقت الفاجينا مفتوحه على ايه؟ على اخرها، صح ولا لا؟ ويبتدي السيرفكس، انا شايفه، شايف السيرفكس، فابتدي السيرفكس اللي انا شايفه ده، شايفين الاله دي انا ماسكه بيها، ماسك بيه السيرفكس. تعالوا نتفرج كده ونشوف. وبعدين هدخل شاليمو جوه السيرفكس ده، ولا غور. طيب ابتدي ادخل الشاليمو ده جوه علشان اشفط بيه الكونتنت. ما تيجي نشوف. شايفين الاله اللي في ايده دي، اللي هي واقعه على الارض دي، شايفينها؟ دي ماسك بيها السيرفكس. شايفين الشاليمو اللي في ايده ده؟ لا، بصوا الحركه الصايعه دي. الشاليمو ده بيعمل ايه؟ هو بيشوفه هو بيشفط ولا لا، زي المكنسه. البنات عارفه انا بقول ايه، لما تيجي تمشي بالمكنسه على الارض تلاقيها ما بتشفطش، تقولي جايباها كده وحاطه ايدك شويه بتشيل ولا لا، لقيتيها ما بتشدش تقوم قرطه عليها. لما تيجي نشوف الراجل ده هيعمل كده ولا لا، هيحط ايده ايه اهو يشوف بتشفط ولا لا. لا ما بتشفطش، راح بقرط عليها، شايفين التقريطه دي، وبعدين يرجع يحط ايده تاني، لا بتشفط. عينك بقى، عينك في الحته دي ليه؟ علشان تشوف الشاليمو ده اللي هو كالرلس، اول ما يبتدي يشفط الكونتنت من تيشو وبلاد هيبقى شكله عامل ازاي. ما تيجي نشوف. هنا عينك، هنا ثانيه واحده، عينك هنا لسه ما دخلش، اشفط. شايفين شفط ازاي؟ ادي شايفين الخط الاحمر ده؟
هو ده بقى الكونتنت اللي جوه دي بتشوي يا اولاد، وده الايه الريمينانس اللي موجوده ايه جوه لسه. بصوا ليه شالوا، عارفين ليه شالوا؟ عارفين ليه شالوا ولا لا؟ انتوا بتعملوا كده بس انتوا خدوش بالكم. فدي تشرب مانجا ولا فراوله تمام، تقوم شايل مطلع البتاع الشريمون وعامل كده وبعدين مدخله تاني، فهو وهو بيشفط حس ان الفلو وقف فراح مطلعه بره وبعدين راح مدخله تاني. ما تيجي نشوف القصه دي عملت ازاي. عم هشام، عم هشام في هذه اللحظات التاريخيه اديها عتمه. عم هشام حاضر شفتي في ثانيه، انا عارف ان الدكتور راح قال ده. طيب بص يا اولاد، تعالوا نشوف عينك هنا يا حبيبي، عينك هنا، عينك هنا، اصفط، شفط شفط شفط، لقاها ايه مش بتجيب معاه قوي، هيعمل ايه؟ هيطلعها بره علشان تشفط وبعدين يقوم مدخلها جوه تاني، يعني ساعدها ان هي تشفط شويه وبعدين يخش تاني يكمل. طيب هل ينفع اقف عند المرحله دي؟ طبعا السكشن ده كويس قوي والافضل ان هو يبقى الترا ساوند جايدد علشان العيانه. تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي ما فهمناهاش وبعدين نبص تاني على ديت. دي عيانه واخده انافيزيا، ده رمز ان هي مصر. بصوا ده السبيكر يا اولاد، ده السبيكر اللي بقول لكم عليه. بص لما يخش جوه الفاجينا ويفتح اهو، هبقى انا كبره شايف مين؟ السيرفكس. بصوا لما الفاجينا بتتشد السيرفكس بيحصل له ايه؟ بيجلد اللي تحت لان انا شادد الايه؟ الفاجينا. هنا بقى هوريكم دلوقتي حالا الفيديو يعني ايه؟ اقوم جايب اله ليها سن وامسك بيه السيرفكس. اهي الاله دي بقى لو انا بشد ممكن تعمل حاجه اسمها قلتها سيرفايكال لاسيريشن. برافو عليه. اله ليها سن بسنك عفيف خطاف، بصوا كده فاهمين؟ واشد بيها مين؟ طب ليه لازم اشد السيرفكس؟ علشان لما اجي ادخل السكشن ما بقاش انا بدخل السكشن كده وانا والسيرفكس بنجري ورا بعض لفوق، لازم ان انا بدخل ده وانا ماسك ده مثبته علشان السكشن تبتدي تخش جوه السيرفكس وبعدين جوه الايه؟ جوه اليوترس. كويس؟ طيب عايز توريني ايه يا دكتور؟ لا هقول لك بس اصبر. بعد لما عملت كده هنا يعني ايه دي ان سي بقى؟ يعني ايه دي ان سي؟ هبتدي ادخل بروجريسيف دايليترز. شايفين ادي ايه؟ دايليتور رفيع، بعدين دايليتور اوسع شويه، بعدين دايليتور اوسع شويه، بعدين دايليتور اوسع شويه. شفتوا السيرفكس وسع ازاي يا ولاد؟ سيبك من الحته دي مش عايزينها. وبعدين بقى ابتدي ادخل السكشن وشفط. طب عايز اتاكد ان انا شفطت كومبليت او مدخل دي اسمها ايه؟ دي اسمها الكيورات. بصوا يلا شايفين؟ شايفين؟ دي فكره الكيورات لغايه لما احس جريتي سنسيشن. برافو عليك. لغايه لما احس ايه؟ جريتي سنسيشن. يبقى انا كده خلصت. ما اقفش قبل الجريتي سنسيشن بلحظه ولا بعديها بايه؟ بلحظه. طيب يعني ايه استروتومي يا اولاد؟ الاستروتومي هي السيزاريان سكشن ولكن بتتعمل بيفور ذا ايدج اوف فيابيليتي فيبقى اسمها هيستروتومي. ادي ايه؟ هيستروتومي. طب عايز اوريكم حته ثانيه علشان يبقى حته السيرفكس والسبيكولاب دي حضراتكم متخيلينها بنسبه 100%. بصوا بقى لايف لايف، تعالوا نتفرج يعني السبيكولاب ده لما بيركب يا دكتور يعني حضرتك يعني قيس حضرتك بيبقى عامل ازاي. بص كده يا سيدي، دي الاله اللي بقول لكم عليها اللي ليها لوك، هنتفرج طبعا على الكلام ده ليتر اون في اللوالب. دي سيده، ده فخذ سيده وده فخذ ودي فالفا وده السبيكولاب. شايفين السبيكولاب لما بيركب؟ ده السبيكولاب لما بيركب. بصوا بيتفتح ازاي البق بتاعه؟ فتح البق. بصوا الصوره بتبقى عامله ازاي؟ شايفين السيرفكس؟ السيرفكس ده هو اللي جوه ده، شايفينه؟ شايفين الاله دي؟
شايفين السنين بتوعها ماسكين السيرفكس ازاي؟ فهمتوا يعني ايه آلة تمسك السيرفكس؟ طيب مش ممكن السيرفكس ده لو في حاجه وانا ركبته غلط او عملت حاجه شده يعمل سيرفايكال لايه؟ لاسيريشن، لان هو ليه ايه؟ سنين. تخيلتوا فكره ان السيرفكس ده كائن يرى؟ ما اصل في ناس مش متخيله يعني ايه في مين جينيتال تراكت اساسا، كويس، حتى في ميلز، حتى في ميلز ما مش شايفه نفسها من جوه، فمش متخيله ان التيوب دي اسمها فاجينا وان في اخرها سيرفكس وان السيرفكس ده هيوصلني جوه على اليوترس. فلما عاوز اكحت همسك بالبورسيلا وادخل هنا مباعدات، مش كده؟ طيب ايه العمليه دي بقى؟ وريني اوريكم حاجه بقى عشان يعني بالمره طالما فتحنا الفيديو. شايفين العصايه المعدن دي؟ دي اسمها يوتراين ساوند. حاضر والله، عشان حاجه اسمها يوتراين ساوند، شايفينه؟ اليوتراين ساوند ده غرضي بيه اقيس الطول والدايركشن بتاع السيرفكس. مش فاهمين يا دكتور؟ حاضر يا حبيبي، حاضر. بصوا، بيخش من السيرفكس يخش جوه اليوتراين كافيتي، شايفينه ولا لا؟ فلما يخش جوه اليوتراين كافيتي عليه تدريبه كده اعرف بيه طول اليوترس قد ايه واعرف الدايركشن. يعني ايه الدايركشن؟ لو لقيت الساوند، شايفينه متني ازاي؟ لو لقيته ماشي كده يبقى اليوترس باصص لقدام، لو لقيته ماشي كده يبقى اليوترس باصص لورا. طب يا دكتور مش ممكن تخرم؟ بص يا ابني، احنا بننبه على النايب بتاعنا، نايب النساء سواء كان ميل او فيميل، انه يبقى راجل، راجل ما عدا في ماسكه الساوند. الساوند بيتمسك كده وظوفه هو وظروفه، يعني زقه بشويش كده والله مشي معاك لقدام يبقى اليوترس ده باصص لقدام، مشي معاك لورا يبقى اليوترس باصص لايه؟ لورا، بمنتهى الهدوء. ولذلك خطوه الساوندنج دي خطوه ممكن يحصل فيها بيرفوريشن لو انت ايه؟ عملت فيها سبع رجال. فانت خليك راجل في كل حاجه ما عدا دي كده، خليك خلاص كده. طيب اصدقائي وصديقاتي، اصدقائي وصديقاتي، بصوا بصوا بصوا، شوفنا دي بس حب نشوفها كمان مره. ده الترا ساوند، ويا ريت تفهموا كويس، ركزوا بقى عشان بقى ايه يعني العدد معقول ونقدر نفهم. وانا مبسوط وابشكركم واحب الناس اللي النهارده تحافظ ان هي تبقى موجوده يوم الاثنين، هيبقى في عدد قد ده بعد الدور، الدنيا تبقى حلوه. خلاص كده، بصوا كده، واحده واحده يا محمد يا عبد العليم، بقى ده انت عندك وقت وراجل امور يعني. بصوا كده، حرسم الحمل ده بالطريقه اللي انتوا تفهموها، وبيض السبوره خالص، ماشي؟ وبعدين ارجع الصوره تاني، حلو؟ بصوا كده، دي حدود اليوترس، خلاص؟ مش ده شكل اليوترس اللي حضرتك عارفه؟ اهو اهو، ده اليوترس، خلاص؟ ده اليوترس. طيب الساك فين بقى؟ الساك اهي، اللي هي الحلقه البيضه دي، حلو؟ الساك دي، دي الساك، شايفينها؟ شايفين الساك اللي انا راسمها؟ الساك دي فيها هيماتوما في جزء اللي هي دي، شايفينها؟ طيب اديني ابيض يا عبد العليم لو سمحت، ابيض، شايفين ده؟ مش ده ثريتند ابورشن عادي ولا ايه؟ في يوترس، في ساك، بالمناسبه الساك دي فيها هنا فيها ايه؟ بيبي، خلاص؟ يبقى ده يوترس، دي ساك، الساك دي فيها حته فيها سيبريتد وفيها ايه؟ هيماتوما. واضح الرسمه دي ولا لا؟ في حد عنده سؤال في الرسمه دي؟ طيب رجعني تاني لو سمحت، يا لو سمحت، شايفين ولا لا؟ واضحه؟ واضحه. نمسح بقى ونحاول نتفرج، نشغل دماغنا شويه، يلا بينا. خلي بالك انت مش عليك دي الالترا ساوندز محدوده، بس انا بحاول ايه يا اولاد؟ بحاول لما تقرا كلمه يبقى ليها معنى، يبقى ليها صوره ذهنيه. الكلام ده مش عايز اقول انه اكسترا ايفورت، لا، ده جزء من الايفورت بتاعي علشان حضرتك تعرف تحتفظ بالمعلومه اكتر وقت ممكن، لانه
وجود اكتر من مدخل صوت وسمع وحدوته وحكايه وفيديو بتاع خلي يحافظ على الحكايه ماشي. طيب بصوا بقى عايزكم تلاحظوا الفرق بين الدنسيتي هنا وهنا. ده الالترا ساوند يا اولاد، ده شغل الالترا ساوند، ده اللي خلاني امشي بالبتاع ارسم حدود اليوترس. انت لسه مش تريد وهتتخرج من سنه سته مش تريد، ومش هيجي لك في الامتحان صور الترا ساوند غير صورتين هقولهم لك بعدين ماشي. انما انا عايز الناس تبقى فاهم، شايفين الابيض ده؟ دي الكوريونيك تيشو، بيبقى لونها ايه؟ لونها اهو يا فندم. بصي الفرق بين الدنسيتي هنا وهنا، شايفها؟ صح؟ شايفه الخط الابيض ده؟ دي حدود الساك البرانيه اللي انا رسمتها. طب شايفين الاسود ده؟ دي الهيماتومه اللي انا رسمتها. طب شايفين الاسود ده؟ اهو دول شويه ميه بجد، يعني ده دم وده ايه؟ وده ميه. وادي البيبي. طيب تعالوا نشغل الفيديو بقى نتفرج على حاجه كمان. شايفين اللي بينبض هنا ده؟ طلعت الله. طيب ما هي دي الفايندنج اللي محمد عبد العليم قال لنا عليها. قال لك هتلاقي في ساك، الساك دي فيها ريتروكوريونيك هيماتوما، وهتلاقي الفيتال لايف ايه؟ فهمت بتتشاف ازاي ولا؟ بس تبقى فاهم انها بتتشاف خلاص، مش مطلوب منك علشان انتوا بتحملوا نفسكم فوق طاقتكم يا اولاد. انت متخيل ان انت هتخلص المحاضره تقوم ساكع واحد بلط ابيض، تعالى يا بابا تعالى، متضايقه من ايه؟ وريني كده. انت عندك ثريت خالص. المطلوب منك جاست بس ان يبقى الكلمه ليها مدلول، ليها مدلول وبس. انت كل اللي شاغل بالك ايه؟ ما انا عارفكم. هو انا لو شفتها تاني اعرفها عنك ما عرفتها. حلوه كده؟ يعني هل علشان ايه؟ اصلا ساعات اعمل اكسترا ايفورت علشان اريحكم، فده الاقيه بينكد عليكم، وده بعيد عنك يعني ايه؟ يعني واخد بالك ده مرض نفسي، انه ايه؟ ان انا عايز يعني ابسطك، عايز اخليك تعرف الكلمه ليها معنى، فانت ايه اعتبرت ان ده هو انا ليه كده؟ انا ليه يا ربي خلقتني ما بعرفش سمار؟ ايوه عادي، كلنا اتخلقنا ما بنعرفش سمار والله عادي. It just imagination لفكرة يعني ايه retrocoriolic hematoma ويعني ايه fetal life. بس صح. اوكي طيب، واعتقد ان انتوا عرفتوها يا اولاد، فهمتوها ولا لا؟ طيب ده يعني شوية بس استعراض للهارت. شايفين الكرة البيضة الصغننة اللي وسط الكرة البيضة الكبيرة دي؟ ده اليوك ساك يا اولاد، ودي من اول الحاجات اللي بتبان في الالتراساوند، بين دايره جوه الدايره دي اسمها يوكسك. ايه هو بقى؟ مش عارف بقى، انا اذكره دلوقتي. طيب ميز ذا ابورشن اجهاض منسي، شوف الصوره عامله ازاي، البيبي ميت جوه اهو ومنسي والسيرفكس ايه؟ مقفول. ماشي سي سي قوي. خلاص رجعنا الحاجات دي بقى. انيفيتابل ابورشن يعني ايه؟ هتنزل المرجعه دي، السيرفكس فتح والدنيا بقت مفتوحه وخلاص، هو ما عادش بقى في فكره ان البيبي ده يكمل، لازم هينزل ويبقى انفيتابول ابورشن. انكمبليت ابورشن، بص الصوره، ولكن شيئا ما يبقى. فاهم الفكره؟ انه البيبي اغلبيته بينزل مش كده ولا ايه؟ ولكن شيئا ما يبقى. وده يا اولاد الفرق، بصوا الفرق ما بين الانيفيتابل. الانيفيتابل كان البيبي لسه معانا هنا، السؤال اللي اتسالته 100 مره مش عارف ليه، طبعا مش عارف ليه خلاص. الانيفيتابل لسه البيبي معانا هنا، في بيبي ولا في ريمانن؟ في ريمانن. طب سيرفكس مفتوح ولا مقفول؟ البيبي لسه موجود. كويس، مش هتفهم الالترا ساوند ده قوي، بس يلا نكبره بقى شويه علشان نبتدي التريننج بتاعنا. والله انا لو عرفت اطلع من ال 400 نفر اللي معايا سته بيعرفوا سونار، واخد بالك، سته، يبقى انا شطور. خلاص بصوا بقى ايه الحكايه دي يا عمي، ايه الحكايه دي يابا؟ تعالوا نرسم بنفس الطريقه اللي انا علمتها لكم. شايفين الفرق بين الابيض ده وده؟ اقدر ارسم بيوترس؟ اقدر اهو، خلاص ده يوترس. شايفين الحاجات اللي حدودها بيضه دي؟ دي ريمنت.
خلاص؟ يبقى ده يوترس والكافيتي بتاعته فيها الحاجات اللي فيها ديفرنت ايكوجينات كتير. حتى بالاماره هو عامل ايه في الصنور؟ حد واخد باله من حاجه؟ شايفين الحاجات دي؟ عشان يقيس الريمنانت دي كام في كام؟ شايفين الاصفر ده؟ دي عشان اقيس الريمنانت دي ايه؟ كام في كام؟ مفهوم ولا لا؟ طب تعالوا نديها وايت. حاضر 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 حاضر. تعالوا نديها وايت الاول. بقى عندي يوترس والكافيتي بتاعه فيه ايه؟ فيه ريمنانت، والريمنانت دي اسمها هي ايه؟ كام في كام؟ طيب تعالي نرجعها تاني اهو. بقى عندي يوترس واليوترس ده فيه ريمنانت، والريمنانت دي اسمها ايه؟ كام في كام؟ تعالي امسح الكعبوزه. امسح الكعبوزه. الناس اللي بعيده قوي عارفه شويه تبص على الفرق بين الدنسيتي ده وده 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 وده. ده الصنارة يا ولاد. مش كل الناس هتبقى سونوجرافر، فاهمين؟ ده مش هيجي في الامتحان. قولي لي يا دكتوره اتفضلي. لا مش مهم، معلش عشان خاطري. ليه بقى؟ بصي بقى، الفيوهات كتير قوي، لان انا عندي نوعين ودي لازم نتفاهم فيهم. في عندي نوعين من الالترا ساوند. قلت لي اسمك ايه معلش؟ دانا. في نوعين من الفيوهات يا دانا، في ترانس فاجينال سونار وفي ترانس ابدومينال سونار، واخده بالك؟ انا لما بلاقي البروب هنا شايفه دي دخلت البروب، شايفه الحته الكونفكس دي؟ ده معناه ان انا حاطط البروب هنا، فانا شايف اليوترس كده. عارفه بقى لو جبت البروب خليته كده او خليته كده، فاهمه؟ فالالترا ساوند يا اولاد ده ترانس ابدومينال. طب وترانس فاجينال يعني ايه؟ يعني ادخله كده اهو من تحت من الفاجينا، اخد بال معاك وابتدي ابص. سو بقى انا هيبقى عندي عدد لا نهائي من الفيوهات، ولا ايه يا جو؟ عدد لا نهائي من الفيوهات. كده فيو كده فيو كده فيو كده فيو. فهمنا الفكره ولا لا يا اولاد؟ فهمنا الفكره؟ اوكي. يبقى اذا يا اصدقائي ده هنا فكره. يعني طب عايز تعرف، عايز تفهمه اكتر، تعالى نتفرج على الفرق ما بينه وبين بصوا، مش احنا قلنا في السكند تريمستر بنعمل حاجه اسمها مانوال ريموفال اوف ذا بلاسنتا؟ شايفين الايد داخله جوه ازاي؟ شايفين داخله جوه ازاي؟ اكبرها لكم، كبرها لنا يا باشا. شايفين الايد؟ شايفين الايد داخله جوه ازاي؟ والايد دي داخله جوه علشان تعمل ايه؟ لا ده انا اكبرها لك على الاخر، بس اصبر عليا. بص يا جميل، ايه رايك؟ شايفينها؟ شايفينها كلنا؟ ادي الايد داخله جوه اهي، وهنا الايد دي بير ابدومن، شايفينها؟ ومده هنا برضو عايز اوريك حاجه، ان انا ممكن احط ايدي اكتب بيها الفندس من الابدومن لو انا سكند ترايمستر، يعني اليوترس فوق هنا مش كده، وادخل ايدي وافصل البلاسنتا واخدها على ايدي واتكل على الله. عرفت يعني ايه مانوال ريموفال اوف البلاسنتا؟ اوكي. دكور يا حاج، كومبليت ابورشن. شايفين اليوترس؟ فله شمعه منوره يا روحي، خلاص مفيش حاجه صح. طيب تعالوا نشوف السونار ونشوف الفرق في السونار ما بين الايه، ما بين الاثنين، عشان اقول لكم حته شديده دلوقتي. طب ما ريح تيجي تضايقنا، امشي على جنب كده ماشي. بص يا سيدي الفاضل، لسه محتاجين نرسم. شايفين ده الاندوميتريا؟ شايفين خط ابيض ازاي؟ فله شمعه منوره. شفتوا الفرق بينهم لما يبقى فيه ريمنانت شكلها الريجلر ومكعبره وحاجات زي كده؟ شفت يعني ايه يوترس فله شمعه منوره يا روحي؟ طب ايه ده بقى؟ شايفين اللي على جنب ده؟ اهو ده. شايفين ايه؟ حاسس ايه؟ اجيبها كده شويه. حاضر ان شاء الله. لا انتوا اتغريتوا في نفسكم لما قلت ان انتوا جامدين. على فكره يبدو ان انتوا جامدين طب، وهتتعبوني في 3D. وده عادي، وده عادي، لان اصل انت لو بتفهموا 3D كان زمانكم في كليه الهندسه، ايه اللي يجيبكم هنا؟ شايفين ده؟ مش عارفين ايه ده؟ اقول لكم دلوقتي ايه؟ بصوا بقى ركزوا في الحكايه، وده سيناريو هنفهمه اكتر يوم، يعني اللي فيكم يعني في حصه ثانيه، في حصه جايه.
عيانه جت قالت لي انا نزل مني حاجات والحقني وانا والحكايه. فاقوم ايه اعمل لها الترا ساوند الاقي اليوترس كله شمعه منوره وفاضي، صح؟ عندي احتمالين. عندي ايه؟ احتمالين. الاحتمال الاول انها تبقى كومبليت ابورشن وده احنا عارفينه. عارفين الاحتمال الثاني؟ طب دولار. دولار ايه؟ أنهى معلش الأول أنا آسف. دولارك إيه اللي ياخدني؟ عايزين نعمل حملة فوق دولار. ده استثمار. خلاص؟ يعني ممكن الدولار ده بعد شوية يبقى إيه؟ كويس. انزل بقى اشتري بيه قهوة من عند أم أحمد تحت. طيب بص يا عم، يبقى اذا ايه بقى؟ هجيب لكم سنتات بعد كده، خلاص عشان انا عمال انزل تدريجيا، خلصت ال 100 جنيهات اللي في البيت، وبعدين جبت الدولارات، وبعد كده اجيب السنتات اللي عندي، عشان شويه سنتات كويسين. طيب، بص بقى، دلوقتي ايه؟ ال قال لي ايه؟ قال لي اللي هيبقى اكتوبك، يعني ايه؟ يعني الست دي عندها حمل خارج الرحم، وبعدين هي عارفه انها حامل وعامله اختبار حمل موجب ونزفت. فانا عملت لها ارض ساوند لقيت اليوترس فاضي، طب والاكتوبيك ما شفتوش ليه؟ كان صغنن قوي. فاقول لها ممكن تديني حضرتك شويه الحاجات اللي نزلت منك؟ فاهمين الفكره دي ولا لا؟ فاقوم واخد الحاجات اللي نزلت منها وحاططها في صلاين ومراجقها. طب لو حطها في صلاين ومراجقها يحصل ايه؟ يا يبان المنظر ده، ده منظر ايه؟ منظر كورونيك في اللايف. منظر ايه؟ بالنيكد اي، بالنيكد اي اه، بالنيكد اي، يبقى منظرها عامل كده، يسموه ايه؟ سي ويد ان ذا اوشن. اللي هو ايه يا مؤاخذة؟ الوساخة اللي في الترعة، يعني فاهم انت الفكرة ازاي؟ بس هي ثقافات اصلها، ثقافات، احنا لسه النهارده جاي سنو ستورم ابيرنس، هي ثقافات برضه خلاص؟ ايه سنو ستورم؟ اللي هي الأصيل الخمسين بتاعنا عادي. فالمهم يبقى يقول لك اتس نوت لايك ا سي ويد ان ذا اوشن كده. فتعرف ان العيانة دي كان فيها انتريوترين بريجنسي، بدليل اللي نزل منها ده عامل زي الطحالب اللي في البحر. في حين لو كان دم هبص ارجه ما الاقيش حاجه، الاقي الميه لونها احمر وبس. فاهمين الفكره؟ مش هلاقي ليه؟ لانه معنى وجود ده جوه ان في كوريونيك في اللايجو. طب يا دكتور انت ما قلتهاش ليه قبل كده؟ والله العظيم كان المفروض ما اقولهاش دلوقتي اصلا، المفروض اقولها امتى؟ المره الجايه لما اشرح ايه الطبق. بس انا عايزكم تبقوا شفتوها عشان المره الجايه لما اقولها تبقى انت شفتها، بدل ما نرجع نفتح البرزنتيشن ده تاني. خلاص شفتوا منظر الكوريونيك في اللايجو بيبان زي لما يتحط في صلاين؟ خليه في كوزه لحد لما نعوزه دلوقتي، سيبه على جنب وان شاء الله باذن الله نقوله المره الجايه. دي منظر الامتي ساك، ابتديت اكبرها لك. طب والله معلش اصل انا ايه البرزنتيشنز دي قديمه، الاول زمان كنت بديلها اهميه، دلوقتي بديلهاش اهميه قوي، بدي اهميه للصور اللي فيها وبعتبرها وسيله مراجعه. ها ابتدينا نعمل ولا لا؟ صح تمام يا ندى كده ماشي معاك الكلام ده؟ طب كتر خيرك يعني. قالت لي اه يعني صح. طيب ابتدينا نفهم يعني ايه اولاد ساك ولا لا؟ نفهم يعني ايه ساك ولا لا؟ وابتدينا نفهم الساك دي، هنا الساك دي فاضيه بس ما اقدرش اقول عليها مس ذا ابورشن بيفور. قولوا لما مين ساك ده يامتها؟ بصوا يعني مين ساك ده يامتها بقى؟ شايفين الراجل وهو بيقيس؟ شايفين ولا لا؟ فلما يقيس مش شايفينها قوي، هنا مكتوب 2.8 المين ساك ده يامتها اللي طالع ايه؟ 2.8. فمشخص دي ايه؟ امتي ساك. طب الامتي ساك دي ممكن تبقى بريزنتد ازاي؟ ينفع تبقى ميست؟ اه طبعا ده الاساسي. طب تيجي انيفيتابل، تيجي انيفيتابل واخد الساكه حللها ما لاقيش جواها بيج انكومبليت كومبليت زي ما انت عايز. ما هي هي بعد شويه الحمل ده هيكمل ولا هيموت الكوريونيك في اللاي؟ ولما الكوريونيك في اللاي الكوربس لوتيم هيموت والحمل ده ينزل، هينزل. وعشان كده بندي كده كده اكسبكتد مانجمنت ايه؟ اسبوعي. ادي الامتي ساك دي السبسس، بس مش دلوقتي بقى. ريكارنت بريجننسي يا وصف، فاكرينه؟ تعريفه ايه؟ ها؟ اكتر من 3، برافو عليكم، 3 اور مور، بس ايه بقى؟ كونسيكتيف، ها؟ سبونتينيوس، ايه؟ ابورشن.
قلت لكم 15% دول بعد مرتين بيبقوا 2%، صح ولا لا؟ وقلت لكم بعد 3 مرات بيبقى اقل من 1%، وهو ده اللي بيخلينا ما ندورش على الحاجات دي قبل ايه؟ قبل ثالث ايه؟ ثالث مره. طيب ما علينا ما علينا ما علينا. حاضر يا حبيبي، انا هقول لكم ليه مش فاهمها انت، لان انا قلتها في حصه يوم الخميس وتقريبا نسيت اقولها في حصه ثلاثة، اقولها تاني. حاضر، بص يا حبيبي اعتقد كده يعني تهيألي بص يا اولاد، مش احنا قلنا الانسيدنس ان واحده تسقط مره واحده 15%، انها تتكرر مرتين ورا بعض بقت 2%، ماشي؟ انها تتكرر 3 مرات ورا بعض اقل من 1%، وده اللي بيخليه مين اللي بيسال بس سؤال؟ انت قلت لي اسمك وانا اسف، ايه؟ لا مصطفى، والله لا انت مصطفى يبقى انا فاكرك اكيد. طيب بص يا مصطفى بقى، بص يا مصطفى دلوقتي احنا اتفقنا ان الانسيدنس 15%، الانسيدنس كام؟ 15%، انها تتكرر مرتين يعني اسقط مرتين ورا بعض يا مصطفى، الانسيدنس دي بتهبط ل 2%، انها تتكرر 3 مرات ورا بعض الانسيدنس دي بتهبط لاقل من 1%، مفهوم كده ولا لا؟ طيب ده يعمل ايه يا اولاد؟ ده يعمل ايه؟ يخليني لما واحده تسقط مره واحده اكبر دماغي. ليه؟ لان في 13% هيحملوا بعد كده حمل طبيعي، خلاص؟ اغلب الناس بتقول لك ولو اتكرر مرتين كمان ما تعملش حاجه، لان نصهم او اكتر من نصهم هيحملوا حمل ايه؟ طبيعي. وبتيجي تدور بعد كم مره؟ ثالث مره. الا اذا قولوا الا اذا ايه بقى؟ لا ما انا فاهم. امتى ادور قبل ما الثلاث مرات يكملوا؟ امتى ادور قبل ما اكمل الثلاث مرات؟ زكا شريف صباح الفل يا حبيبي، نهارك قشطه، صح 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 صح، اديله حته باتمان كده بتاع خده كده، ها هحفظكم كلكم ما تخافوش، طب جندو كده هحفظكم ما تخافوش، بس ايه واحده واحده كده. ها يلا قولوا لي بقى ايه، امتى ادور قبل 3 مرات؟ ايه حاجه تدفعني ان انا ادور قبل 3 مرات؟ ايه يا فندم؟ الواد قال لي حته في الجون الصراحه. اسمك ايه؟ احمد. ايه بقى؟ لا احمد دي مش هنخلص. ها شكرا، ماشي عم شكرا. قال لي ايه؟ قال لي لو انا عندي كوز واضح من اول مره، صح؟ يعني واحدة ايه؟ عندها ريكارنت بريجنس بص وبتنزف جامد جدا، ليه؟ فبص لقيت فيها فايبرويد، حسنا 3 مرات لما اتصدر لها لما اصلا مش هعالجك عشان فاهمين؟ يبقى لو عندي كوز ايفيدنت من اول مرة هتدخل، ادي واحد. ايه الحاجة التانية بقى؟ جدعة مين اللي قالها؟ اسمك ايه؟ ايه؟ ندى، حلوة يا ندى. ندى قالت لي ولو الست كبيرة شوية، لانه ما هو بقى الوقت مسى والدنيا بقت عندها لمؤاخذه دي الكلمه 35 سنه، وجت سقطت مره لسه ما عندناش بقى رفاهيه ان احنا نجرب كتير. هو 35 سنه ده بتبقى كبيره يا دكتور؟ ما انا اسف طبعا، انا حقكم عليا يعني، بالنسبه لنا كبتوع نساء بتعتبر 5. ايوه انا بقول ده معناه ان في 13% يحملوا خدها في شكل تاني، وفي نصهم يعني اللي هو 13 ونصهم يعني. ماشي. ها مصطفى، ها مان. بيقول لي ايه مصطفى؟ بيقول لي ايه؟ بص في حاجتين ما لهمش دعوه ببعض دايما. هو مصطفى بيقول لي حاجه مش يعني ايه ما تخيلهاش قوي. بيقول لي هو ازاي قلت من 15 برغم ان البريفيوس ابورشن يعتبر ريسك فاكتور لكده؟ لا بص بقى، عايز تاخد هات لي 100% من اللي سقطوا مرتين ورا بعض، عايز تعمل انت بتقوله ده، وشوف كم واحده منهم سقطت قبل كده، فاهم؟ دي ديفرنت انسيدنس. احنا عملنا العكس، احنا خدنا ال 15% اللي سقطوا اول مره شفنا قد ايه منهم هيسقط تاني مره. لو خدنا ال 2% دول هنلاقي قرب ال 100% كانوا في 15
فاهم؟ انا مش هتخش في الحته دي والنبي علشان بس ايه الشاهد ايه؟ انه في فرق جامد قوي بانك تقيس الانسيدنس الاول اول مره كام في الميه منهم سقطوا تاني مره واللي سقطوا. طب انا اسالكم سؤال، مش احنا قلنا ال 2% دول، 2% دول كانوا من ال 15 غالبا صح ولا لا؟ يبقى لو قلت ال 2% دول وانت مغبط كام في الميه منهم كانوا عندهم بريفيس ابورشن؟ 100% صح. يبقى الابورشن ده اصبح ريسك فاكتور انه يتكرر ولا لا؟ هو طبعا مش بالسذاجه ديت، بس ايه مش عايز اخش في تفاصيل اكتر من كده. يلا مش عايز اضيع وقت بقى في الكلام ده، ده كلام خارج. يبقى 15% ده هتسقط اول مره، 2% انا عايزكم توصلوا من الفكره دي لايه؟ ان انا كان عندي 15 ست، هو ده بقى الكور اللي عايز يوصله. كان عندي 15 ست سقطوا اول مره واضحه، فضل منهم اللي سقطوا مرتين ورا بعض كام؟ والباقيين حملوا. فضل منهم اقل من نصهم، وبالتالي انا هتدخل بعد 3 مرات الا اذا الست كان كبيره او كان عندي جزء ايفيدنت. في حته كده هتلاقيها على فكره مش مكتوبه لا في كتاب الاسم ولا في ال111 ولا في اي حته خالص، بس حته يهمني قوي ان حضراتكم تعرفوه. ايه الكاركتر بتاع الابورشن؟ هتلاقوا مكتوب بالاورنج كده في المايند ماب الكاركتر بتاع الابورشن. ايه الكاركتر بتاع الابورشن اللي يقول لي انه العيانه دي سببها كذا؟ تعالوا نشوف كده. بصوا المنظر ده، لا بصوا على الشرح، سيبكم انتوا بتقلبوا في ايه، بقول لكم مش مكتوبه، بتبصوا على ايه؟ مش فاهم اذا كنت انا مش مكتوبه. طب ايه؟ طب بصوا كده، بصوا ركزوا معايا. عيانه سقطت اول مره في الاسبوع ال 16 ماشي؟ ادي السقطه اهو في لا مش كده، اول مره سقطت في الاسبوع ال 16 كده، دي اول مره. تاني مره سقطت في الاسبوع ال 20. ثالث مره ولدت بري تيرم ليبر في الاسبوع ال 28. نقول كمان، نقول كمان، مش احنا قلنا 3 سقطات؟ اول مره سقطت في الاسبوع الكام؟ 16. طب تاني مره سقطت في الاسبوع الكام؟ 20. طب ثالث مره سقطت في الاسبوع الكام؟ سوري، ولدت بري تيرم في الاسبوع ال 28 وبقى معاها بيبي. المفاجاه رابع مره ولدت في الاسبوع ال 34 والواد دخل الحضانه وربنا كرمها. قصه سعيده. بنسمي المنر ده ascending manner of abortion. ascending ايه؟ مين يقول لي الاسندنج مانر ده شاف معانا لسه دولارات ولا لا؟ نفلست. طيب معانا، معلش انا اسف، هي نفس القيمه تقريبا، معانا 20 جنيه. بص هنعمل 20 جنيه دي و20 جنيه اللي وراها خلاص. النهارده يوم في اي ركب سمباح، رحت الهرم خدت العيال والله، رحت الهرم ركبت الجمل سايب عليا قوي معلش. والله اوريكم صورتي مع الجمل. لا وايه انا بقى مش هطلع بقى واسكت، لا خدت الواد كريم ابني معايا قدامي على الجمل. اي جمعيه رفق بالحيوان قاضيني يعني. المهم بعد فالشاهد يا اولاد، قولوا لي كده ايه الديزيز اللي ممكن يعمل الاسندنج مانر ده بتاع الابوش؟ نار القشطه. اسمي كده دكتور نهله طبعا الفل. هايبوبلاستيك يوترس. ليه؟ كان عندي يوترس صغنطط، مع اول حمل ابتدينا نعمل له ديستنشن سنه فاستوعبنا شويه، رحنا مديله زو اللي وراه فاستوعبنا اكتر شويه، فرحنا مدينا واحده وراه. يبقى الاسندنج مانر ده هايبو بلاستيك. الله، يعني كان يا دكتور عايز تقول ايه؟ ان البريجننسي ده يعتبر هو في حد ذاته علاج للهايبو بلاستيك. ايه؟ طب عارفين البديل بتاعه ايه؟ ان ندي للعيانه دي سايكليك استروجين وبروجستيرون من بره، بحيث ان اليوترس بتاعها يقعد يكبر كانها ايه؟ كانها حل. فاهمين الفكره؟
يبقى الهايبوبلاستيك يوترس في حد ذاته الحمل كل مره بيعمل له ديستنشن بيوسع لك في الكافيتي شويه كمان، فهذا التوسعه تؤدي الى ان الحمل ده كل مره يقدر يقعد فتره اكبر من اللي ايه قبليه، لان احنا اتفقنا هو هايبوبلاستيك يوترس يعني الباكات ايه باكات ضيق. طب انا بوسعه، ما انا بوسعه ماشي. طيب ال 20 جنيه الجاي العكس بقى 34 اسبوع 28 اسبوع درش ايه اسمك ايه؟ طيب ماريو عشان بنص كوب. طب خد، طب استنى خد ديله يلا هو مصطفى بس هو اللي قال الصوت خد يا مصطفى. لا يا خبران مش هي القيمة المادية يا مصطفى ولا المعنوية؟ القيمة المعنوية لا والله هكتب لك كمبيالات يا مصطفى. طيب والله لو سايس يا ابني هتاخد افضل كده ما تعتمد مننا كلنا نجمع بعض يا ابني. ده عليه من ورا الكرنك ومن قدام جامع السلطان حسن القيمه المعنويه بتاع الحق وبعدين من مني ايه انت بتهزر؟ انا مش عارف بتقولك خلاص. طيب إيه يبقى بصوا بقى قالوا ايه؟ قالوا ايه العيال الشقاي دول الشاطرين قوي اللي انا بموت فيهم بجد والله. قالوا والله بص ده الديستندنج مانر ده بتاع السيرفايكال انسفشنسي يا دكتور اللي هي كل مرة تحمل السقم. ما هو مش احنا اتفقنا؟ طب لاحظتوا حاجة في الاثنين؟ ان انا باجي من 16 وبخلص في 16. يعني اللعبة دي تحصل في الحاجات بتاعت ايه؟ سكند ريمستريك ابورشن. فنقول محمد عبد العليم قال لنا كلمة بنت لذيذة، قال لنا سكند ريمستريك ابورشن از اميني ليبر. يعني السكند والثيرد دول ولاد عم، صح ولا لا؟ السكند ريمستريك ابورشن والبري تيرم ليبر دول ولاد عم، لان محمد عبد العليم معلمنا ان السكند ريمستريك ابورشن از ميني ليبر، وبالتالي الباكات ضيق او السيرفكس ضعيف، يبقى انا هوصل ان انا اعمل ايه؟ يبقى هو ده نفس الاتشارج بتاع البري تيرم ليبر من دلوقتي وانا حاطط ايدي في كيكي، صح ولا لا؟ في باكات ضيق وفي سيرفكس ايه؟ ضعيف. بس الفرق ما بينهم ايه؟ ان المكان الضيق ده بيوسع مع كل بريجننسي والسيرفكس الضعيف بيضعف مع كل بريجننسي. فيبقى السيرفايكال انسفشنسي كل حمل مدته تقل عن الحمل اللي قبليه لانه ضعف ايه؟ زياده. يبقى الضعيف يضعف والضيق ويعيني عن اللي كان بيحب التاني اكتر او عهد الله بيهرب من المكان وبيبقى عذابه اكتر ويعيني على اللغه. اه والله خلاص. المهم يبقى اذا الضعيف بيضعف والضيق بيوسع، ولذلك السيرفايكال انسفشنسي الاقي ديسندنج مانر اوف ابورشن، الهايبوبلاستيك يوترس الاقي اسندنج مانر. واضحه يا اولاد الحته دي؟ دي اللي هتلاقيها مكتوبه بالاورنج او بالاحمر مكتوب ايه؟ تايم. ان التايم ممكن يعمل لك ايه؟ يدي لك سبيكيليشن. وفي حاجه ثانيه هنقولها في السيرفايكال انسفشنسي لما اشرحها دلوقتي. طيب عيني يا باشا قول يا دكتوره والله ايه يا فندم؟ لا 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 معلش قولي كلمه يا اولاد اوعوا الكلمه دي تكون مستضيفه مني اوعوا. بتقولي يا باشا هو انا اعتبر السكند ترايمستر كانه بري تيرم ليبر؟ ما ينفعش الابورجن ان انا اطلع نون فايبل. الفرق بينهم البيبي اللي هتطلعيه ده هتاخديه تعمليه سجل داخلي الحضانه ولا هتاخديه تلفيه في ورق الاهل زي ما قلنا كده ولا لا؟ فده حاجه وده حاجه، بس انا بقول يعامل معاملته من حيث الباثوجينيسيس والشكل والكوزس والحاجات زي كده. خلاص ده مجازا، ده كلام مجازي، انا بقرب لك الصوره ما تخليهاش ملخبطه. طيب فاكرين الانفستيجيشنز اللي احنا قلناها في حالات الريكارنت بريجننسي لوس؟ ما تقولوها كده إذ ربما يعني كده يعني لمؤاخذة سياستك تبقى إيه؟ سياستك كده ها؟ يلا يا عم يلا يا عم ها؟ إيه يا فندم؟ لابوراتوري إيمجينجسكوب. أنا بحب الطلعة، أنا بحب الطلعة، بس أنا قلت هعمل إيه للكروموزوم الأبنورماليتي يا أولاد؟ كاريوتايبنج. أحبه كاريوتايبنج للأب والأم أو للفويتس، صح؟
صح. طيب وقلت بعد كده يوتراين واندوميتريال. تعالوا بقى فرجه بقى فرجه على انواع الانفستيجيشنز. لوكوا تعالوا نعمل حركه صايعه قوي اجيبكم قوي. احنا ناخد واحده ونتفرج عليها بره في الفراغ بعيد عن بقيه الصور وهي كبيره قوي. افتح يا سيس. بص انتوا خدتوا بالكم او ابتديتوا عينيكم عودت عيني على رؤياك ابتديتوا تعرفوا ان نوع الانفستيجيشن ده ايه. التراساوند. ايه الغريب اللي فيه؟ ان في حاجه سودا جوه اليوتراين كافي. ده الصلايا. ده الايه؟ الصلايا. وان في هنا حاجه شايفينها بلجنج على الكافيتي. ده مين؟ ده اسمه ايه؟ فهمت يعني ايه صلايا انفيوجن سونوجرافي يا استاذ؟ فهمت يعني ايه سلاين انفيوجن؟ علشان ابين اليوتراين كافيتي الاسود دوت فيبتدي الفايبرويد دوت ايه يبان. طب هو مش هيبان من غير هيبان بس مش حلو كده مش مقلص كده. شايفينه مدور ازاي ومقلص. طيب اللي بعده ده اللي انا وعدتكم برضه اوريه لكم اسمه ايه ده يا دكتور؟ اسمه بلا انتوا قولوا كده اللي فهمتوه من كلامي احبه. شايفين حد بيقول هو ايه؟ الله عليك انا مبسوط جدا. انا مبسوط عملت ايه؟ حقنت الصبغه من تحت صح؟ رسمت لي اليوتراين كافيتي باللون الايه؟ الابيض ما عدا الحتت اللي الانتيرير وول والبوستيرير وول لازقين على بعض باينين كفيلنج دي فات دي القشر مال. طب اديكوا حته صياعه جامده قوي. هو مش المفروض شايفين في معلش هو مش باين عشان النور في خط ابيض هنا ودي السبيل بتاعت الانبوبه الشمال. مش احنا قلنا بعد كده بتمشي في الانبوبه وبعدين بيحصل سبيل صح ولا لا؟ في خط ابيض هنا انت مش شايف الحته منه صح؟ لان هو باين كله في البتاع بس هو عشان الاضاءه خلاص. ففي خط ابيض باين كده وادي السبيل. طب والناحيه الثانيه فين؟ شايفين الحته السوداء دي اديشن افلاتيوب دي مش اتفقنا انه في ادهيجنز وكده. فطلع ان في انبوبه في فرده مقفوله بالايه؟ بالادهي. فهمت يعني ايه هيستروسالبنجوجرام؟ صبغه بتتحقن من تحت بتبين ثلاث حاجات قولهم ها؟ يوتراين كافيتي فالوبيان تيوب سبل عشان اعرف التيوب دي موجوده ولا لا وفي اخرها سبل يعني بتفضي اللي فيها ولا ما بتفضيش الايه؟ اللي فيها. خلاص؟ كويس يبقى انتوا عرفتوا يعني ايه هيستروسالبنجوجرام. هتقول لي يا دكتور معلش انا لو شفتها تاني مش هعرفها. يا حبيبي هو احنا بدرس اشهر مان النهارده ولا النهارده بعرفك يعني ايه هيستروسالبنجوجرام علشان لما تقراه ما تبقى عارف ايه هو بس ماشي عشان اصلا عارفكم بيجي لكم فكر شخصي. يلا ايه اللي جاي ده؟ اللي جاي ده جامد جدا. ايه ده؟ ده هيستروسكوب. الاول نقول المكنه ده هيسترو ايه؟ هيستروسكوب مبين لي كم فرده من اليوترين كافيتي. فردتين صح ولا لا؟ يبقى انا عندي هيستروسكوب مبين لي فردتين من اليوترين ايه؟ كافيتي. تعالوا اقول لكم حركه صايعه جدا 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 اخر ثلاث اربع حاجات. علشان تفهم يعني ايه كلمه سيرجيكال مانجمنت وده بيفهمني يا دكتور يعني ايه سيرجيكال مانجمنت ضغط بالهيسترو. بصوا دي صوره ايه دي؟ ايوه ايه يا ولا ايه الانفستيجيشن يا ولا هيسترو سالبنجوجرام هيمين ايه اللي فوق ده سبت صح ولا لا؟ وادي بصوا ادي تيوب وادي شايفين الاسفل عامل ازاي. يبقى ده الهيسترو سالبنجوجرام. فهمت يعني ايه؟ بص دي بقى دلوقتي حضراتكم عايزين تفهموا يعني ايه ان السبتم ممكن تتقص بالهيستروسكوب. ده هيستروسكوب صح؟ والهيستروسكوب ده شايفين بيخش يقطع فين بالسبتم. شايفين بيقطع فيها ازاي؟ في واحد واقف له بره بالمنظار لحسن يخ تعال عليا تعال عليا تعال مش قلت لك حاسب
فاهمين؟ فهمت يعني ايه؟ يعني ايه ان في سيرجيكال مانجمنت للحاجات بالهستروسكوب؟ ان انا الهستروسكوب دي وسيله فيجواليزيشن، ان انا اشوف، بعد كده دخل الات صغيره قص السبتم زي ما انت شايف وهكذا، خلاص؟ الغرض يا اولاد ان كل كلمه بتقراها يبقى ليها في دماغك صوره ذهنيه، ما تبقاش حضرتك بتقرا دي مش مهمه قوي. ايه دي؟ انت بتعمل ايه؟ طب انا قلت لك عايزها يا كذاب. طيب بص يا سيدي. يا عبد الصمد بص يا سيدي، قول لي دي صوره ايه كده؟ ايه دي؟ ولا انتوا شايفين حاجه لانها صغيره قوي فعلا. طب لما تكبر بقى هل هتفرق معاكم؟ طيب طب لما اعمل كده هتفرق معاكم؟ بصوا ده الرنين المغناطيسي، ده الام ار اي، خلاص مش هاممني قوي انك تفهم لانه انا شخصيا مش اكسبرت قوي في قرايه الام ار اي. الام ار اي بيرسم صوره، طبعا انتوا فاهمين ايه ده؟ باين ان هو السكر صح، وده اليوترس مليان فايبرويدز مش باينه عندكم. بصي هنا كده شايفه الكور دي؟ شايفه هي واضحه بس ما تبانش هنا قوي، ده محتاجه يعني هاي كواليتي. بس الشاهد ايه يا اولاد؟ بوريكم بس يعني ايه ام ار اي. انا مش عايزكم تشخصوا فايبرويد بالام ار اي، ده مش دورك في هندسه الجراحه، انما دورك انك تبقى عارف ان في انفستيجيشن اسمه ار اي كنت شفته قبل كده، بحيث لما شفت دي صوره كده فيها ايه؟ وريني الريبورت كده اقراه. انت بتعرف تقرا انجليزي؟ طيب يلا يا سيدي، انا بفكركم بس ان انا محمد عبد العليم بتاع النساء مش بتاع الاشاعه ولا حاجه. يبقى احنا شفنا، فهمتوا الانفستيجيشن زي اولاد اللي انا ببص بيها؟ يعني ايه اس اي اس؟ يعني ايه هيستروسالبنجوجرام؟ يعني ايه سلاين؟ يعني ايه هيستروسكوب؟ تمام. طيب ثايرويد فانكشن قلنا، وانتي فوسفوليبيد قلنا، دول الاربعه الاساسيين اللي انا بعملهم اجتهد ده، صح ولا لا؟ الباقي بقى لما يبقى عندي حكايه كلينيكال ايفيدنس اوف دايابيتس، عمل دايابيتس ريكرنت فيتال لاس بتاع دون في ثرومبوزس في البلاسينتا الباسل، ادور على بقيه الثرومبوفيليا، عيانه كاردياك ادور على الهارت وهكذا. وقلنا الكروموزوم بيتعمل لها جينيتك كاونسلنج، فاكرين؟ اقول لهم بقى الاحتماليات ومش الاحتماليات، انفورميشن واوبشنز. الاندوكراين بديهم هرمون ريبليسمنت ثيرابي، اليوتراين سيرجيكال مانجمنت، وشفنا السيرجيكال مانجمنت ده. الاميونولوجيكال لو دوز اسبرين اور هيبارين، ده بينفع في الانتي فوسفوليبيد، في بقيه الثرومبوفيليا مش قوي. الناس اللي قالت لي اميون ثيرابي وستيرويد نوت افكتيف، نوت افكتيف. السيستميك ايلنس بعمل له ميديكال كنترول. الانكسبليند لايف ستايل موديفيكيشن، خسي بطلي سجاير، هرمونال سبورت، الخلطه بقى بروجستيرون على اسبرين على هيبارين، فاكرين ولا لا؟ واي في اف وبي جي دي، فهمت يعني ايه بي جي دي ولا لا؟ بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوستس، ان انا اخد خليه قبل ما ازرع الاي في اف واشوف هي ايه. في الحمل اللي جاي كنترول الميديكال والسيرجيكال ايموشنال. لسه في حد مش مصالح على الابورشن؟ لسه في حد عنده شكاشيك في اي حاجه؟ طيب بصوا بقى، انا قلت لكم زي بكار في اول حصه، زي بكار، عارفين بكار؟ شفته امبارح ويقوم حكي الحلقه بتاعت امبارح اول امبارح ويقعد دقيقتين وتخلص الحلقه. شفته امبارح الكلام اللي احنا قلناه. دلوقتي هنتكلم على موضوع عم هشام النور. يا عم هشام بصوا بقى، انا اسف ان انا طبعا هزعج النايمين واقلق منامهم، بس بيني وبينك بيقول لك السيرفايكال انسفيشنسي في المنام نصر كبيره قوي، يعني لما شفته في المنام تلاقي حاجه كويسه. طيب خلاص يا عم هشام، متشكرين يا عم هشام. بص يا اولاد، ايه حكايه السيرفايكال انسفيشنسي ده؟ وليه هو سبيسيفيك كوز؟ ليه هو كوز سبيسيفيك جدا؟ وليه معامله خاصه جدا؟ تعالوا نمشي معاه واحده واحده. اولا يعني ايه سيرفايكال انسفيشنسي؟ يعني ايه سيرفايكال انسفيشنسي؟ تفتكروا يعني ايه سيرفايكال انسفيشنسي؟ ايه فاهم؟ سيرفكس ده احبه. يعني ايه ويك سيرفكس؟ صدق والله، بس الويك سيرفكس ده
هل لو واحدة مش متجوزة ممكن يزعلها في أي حاجة؟ نهائي. علشان كده جزء لا يتجزأ من التعريف إنه unable to maintain the pregnancy. وبالتالي هو manifested by second trimesteric abortion أو preterm labor. موافقين ولا لا؟ يبقى it is a weak cervix. صح. بس كلمة weak cervix دي في حد ذاتها أولاد لا تعني شيء. لا تعني شيء خالص. ال weak cervix ده العيانة ما بتحملش ولا يسوى. هو يسوى لمين؟ للست اللي ناوية تحمل مش هتقدر تمنتين البريجنسي. هل يعمل لها مشكلة في الفيرست تريمستر ولا حاجة؟ خالص. هيبقى في السكند تريمستر لما يبقى الكيس يملى الكابيتي يبتدي يعمل براشر عليه يبتدي نزعل يا سكند تريمستريك يا بري ترميليت. وغالبا تبتدي بمين؟ بري ترميليت. ولما توصل لسكند تريمستر تبقى ايه؟ تبقى حاجة وحشة. خلاص؟ ما هو في السريع البني الايديولوجي of cervical insufficiency؟ أم قال لك إنه ممكن البنت تتولد ب congenital cervical insufficiency؟ ليه يا دكتور؟ يا في حاجة generalized عاملة الكلام ده، يا في حاجة localized عاملة الكلام ده. يعني إيه؟ يعني part من الكونجنيتال ويك ميزنكاين. سمعوا حاجه اسمها كونجنيتال ويك ميزنكاين؟ ايه الاردانوس؟ طيب طب ما هو ده ايه؟ مين الاردانوس دول بيعملوا ايه؟ كوشتوك ويبقى ويحط رجله ما بين راسه والحاجات الجميله دي. ايوه يا فندم، دول عندهم كونجنيتال ويك ميزنكاين، عندهم الكولاجين في كل حته ضعيف، فهيبقى في السيرفكس ايه؟ ضعيف. نسمي ده ايه؟ قصروا بالاسم قوي، isolated cervical insufficient. ليه isolated؟ لانه ما معهوش uterine defect. طب هنفهم، ما هو الفادة التانية واضحة. as a part of congenital uterine malformation. يعني ايه؟ يعني الاقي septate uterus ومعه cervical insufficiency لان كان عندي مشكلة في تخليق اليوترس من الاساس. يبقى انا قلت كلمه صادمه جدا، قلت لك اللي بارت من الجنرالايزد ويك ميزنكاين ده ايه؟ بس انت فهمت ليه؟ ايزوليتد لانه معهوش مشكله في اليوترس، لان لما يبقى معاه مشكله في اليوترس يبقى موت وخراب ديار. ما احنا اتفقنا ان في مشكلتين، مشكله اسمها البكات ضيق ومشكله اسمها ايه؟ سيرفكس ضعيف. فلما اقول كومبايند مع كلمه مولاريان ابنورماليتي، لو انت بتقراها في اي كتاب قدامك دلوقتي ما تقلقش منها. مولاريان باكت دول اللي بيعملوا اليوترس والسيرفكس، سيبهم دلوقتي لغايه لما ناخد امبريولوجي، بس اعرفها كده دلوقتي لغايه لما ناخد امبريولوجي ان هو يجي لوحده، وده غالبا بيبقى بارت من الجنرالايز ويك ميزنكاين، يجي سيرفكس ضعيف ومكان ايه؟ ضيق مع يوتراين ايه؟ انوي. ده الكونجن. طيب اكوايرد، مين يقول لي مين يستنتج غالبا الاكوايرد ده بيجي ازاي؟ برافو عليك، قالت لي تروما. طب التروما دي جايني ولا اوبستاتريك؟ الاثنين ممكن تبقى جايني تروما. زي ايه؟ ما انا قلتها، فاكرين ولا لا؟ زي دي ان سي، انا موافق. وايه كمان؟ هو دي ان سي ممكن تتعمل جاينا؟ انا بتنزف اكحتها، بتنزف اكحتها، ماشي. وايه كمان؟ لا ده انا قلتها لكم، حسبي الله ونعم الوكيل. تركو سيرفايكال كوترايزيشن او امبيوتيشن، هتلاقوا مكتوب اي سي سي في ال111 اللي بتذاكر معانا النهارده. ايه اي سي سي دي؟ سيبها. اي سي سي هنعرفها ان شاء الله، مش في اخر السنه، في كمان شويه. امبيوتيشن يعني ايه امبيوتيشن؟ اقص السيرفكس، لو في ليجن كبيره اقصه. امبيوتيشن يبقى الاي فور امبيوتيشن. كونايزيشن يعني ايه؟ يعني اخد منه كون، بدل ما اقصه كله كده اقوره. عارفين المحشي؟ انا عندي ليجن جوه الاندو سيرفايكال كانال، بس انا عايز احافظ على السيرفكس شويه، فهم او حد قبل كده سنته اور محشي؟ لا دي صعبه، اقول لكم حاجه اكتر بمنكر. حد قبل كده سنته سوست وقعد كل جلسه يقورها له وطلع ميدينه؟ لا مش فاهم. يقول لك ها الوجع اخباره ايه؟ لسه بتوجع، لسه وانت ويخش بالمقوار كده لغايه، وبعدين يعمل لك حشو مؤقت واخد بالك، ويقول لك ايه؟ ما تاكلش لمده 4 ساعات.
فانا طبعا انا بروح للدكتور السنه دي بعد خلاص شغل اللي هو ببقى صاحي الساعه 7 واروح الساعه 9 بالليل فاروح اكل فهم الحشو نازل مع الاكل عادي جدا ما علينا. وبعدين يحشيها لك حاجه ده فكره الكونيزيشن انك تقور السيرفكس مفهوم ليه انديكيشن وبتاع بس مش مجالنا. يبقى في امبيرديشن كونيزيشن كوترايزيشن. يعني ايه كوترايزيشن؟ اكويت اجيب برضو اللي فيكم برضو ممكن تبقى قريبه منه اللي عنده كان عنده صنطه مثلا في رجليه او بتاع عين سمكه ولا بتاع يجيب كوتري كده اكويت ماشي كده. طيب يبقى في جاينه هتبص تلاقي مكتوب دي ان سي واي سي سي. طب اي سي سي دي عامل فيها ايه يا دكتور؟ سيبها دلوقتي انا طبعا متخيل مناظركم اما تروح البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يكون اسباب كونجنيتال زي ايه مش فاكر. طب بص سيبك من دي اكواير انا دي فاكرها كويس. تروما تروما دي ان سي دي خدناها قبل كده. وايه تاني؟ اي سي سي ابريفيشن فور وات مش فاكر. طب بص نفتح النت نفتح واخد بقى. وبعدين عرفتهم امبيوتيشن كونيزيشن كوترايزيشن امبيوتيشن كونيزيشن كوترايزيشن. وهم ايه بقى؟ امبيوتيشن كونيزيشن شجع نفسك. طب ليه؟ طب ليه؟ ما احنا ناخدهم ده احنا ناخدهم والله وهيبقوا امبيوتيشن وكونيزيشن وكوترايزيشن دول عاملين زي كرونيشن وسباينيشن وعجيتيشن اي حاجه. فاهمين قصدي ولا لا؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ كبر مخك على راي ابو علاء. فاكرين ابو علاء؟ كبر مخك يا راجل. طيب يبقى الفكره تبقى واضحه لك ان انت عورت السيركس عورت السيركس. طيب اوبستريك اللي فيكم هيذاكر بالكتاب هيلاقي كلام كتير قوي. لا انا هكتب جنبها كلمه واحده اوبراتيف ديليفري بس. اوبراتيف ديليفري بس. طب والاوبراتيف ديليفري دي هعرفها في يوم من الايام لما اكبر؟ اه هعرفها. تقول لنا لما اكبر؟ اه. عارفين حاجه اسمها فورسبس اللي هي الولاده بالجفت مكنه كده بتركب على الراس وديب عارفين يعني ايه فينتوس شفاط ديب. عارفين يعني ايه بريتش ديليفري بيتولد؟ اه كل دول اسمهم اوبراتيف ديليفري مش ديليفري كده اللي هي لوجه الله. لا ديليفري فيها مشكله ديليفري اوف ماكروزوميك بيبي بيبي كبير اي حد من الناس دي وهو بيركب وهو نازل مش عارف ايه هيعور مين سر. يبقى انا هقول ايه؟ جاينا سيرفايكال اوبريشن اوبستريك ايه اوبراتيف ديليفري. يبقى سيرفايكال اوبريشن هو بقى ده بقى اللي انا عايز لما تروح تقوله لانك ان شاء الله باذن الله على الامتحان الترم وعلى كده هتبقى بتكررك 10 15 واحده هنا و10 لوحدك. يبقى المجهود اللي انت بتعمله دلوقتي ضايع يحسبوه ازاي عليا؟ فاهمين ولا لا؟ الكلام ده يا اولاد انا عارف يعني يا رب يا رب تستفيدوا منه ويا رب يكون الزن اللي انا بزنه ده يبقى مفيد بالنسبه لك. انت في السنين اللي قبل كده كنت بتروح عايز تحفظ الصفحه هتتحفظي يانا يانت الليلاتي بينتهي ان ايه؟ هي اللي بتكسب هي اللي بتكسب. الله طب هي طبعا انت في اول سنه بابا هي اللي هتكسب والله. انما بقى ايه لو ايه على الرواقه كده ها لو على الرواقه احنا قلنا ايه؟ يبقى لما اعمل عمليه في السيرفكس اثناء الولاده او اثناء بالعربي حتى بالعربي والكلام هيتطور تقول لي لا مش هعرف اكتب حاجه في الامتحان والله هتعرف. هو انا لما بيض محاره يالا انا مش مدرس يالا سنين قبليك يا وانا صايع يعني اهلي لاقوني قدام باب جامع وقالوا لي تعالى يا ابني اقف في شويه طلبه في طب وقول كده ياب يالا هتعرف يا ما تخافش. طيب بص يا سيدي يبقى اذا انا هقول عملت عمليه في السيرفكس فحصل هيلينج باي فايبروز فتقول لي يا كذاب منك لله فايبروزس يعني يعمل سيرفكس خشبه ما ينزل ما يفوتش الهواء. اه قلنا بقى ان الفايبرس تيشو ده ايه؟ ارزاق برافو عليكم انا احبك احمد ايه؟ شكري ليك يا شكري. بص يا سيدي يبقى احنا قلنا ايه يا ولا؟ ان ده اللي بيكمل والباقي بينقرض فاهمين ولا لا؟ لان هي قال الفايبرس تيشو ارزاق بس خلاص الكلمه دي وحاططها في دماغه
بقى طب شارع، ده طب الشارع، ده طب الشلة، لو هون على الشلة ويقول لي أرزاء وأقول له عوافي يا شكري وحاجات كده. أمه هند، بص يا عم دلوقتي إيه؟ يبقى أنا الفايبرس تيشو أرزاء يعني إيه؟ يعني قلت لك قبل كده لو حضرتك عملت الزايدة ممكن يجي فيها كيلايد وممكن يجي إنساجينال إيه؟ صح ولا لا؟ يبقى هنا ممكن يعمل سيرفكس تايت والاقي الاسباب دي في اسباب الانفيرتيليتي، تخيل هلاقيهم والاقيهم في اسباب الديسمنوريا. يعني ايه ديسمنوريا؟ يعني الدوره تنزل تنزل بوجع عشان السيرفكس ايه ده اصله ارزاق بقى، فما تستغربش لما تلاقيهم هناك. ممكن يعمل سيرفايكال ايه انسفيشنسي زي ما بتلاقي عمليه الزايده في اسباب الكيلويد وفي اسباب الايه السيجنال هيرنيا، صح ولا لا؟ اوكي، يبقى اذا يا صديقي عملت عمليه في السيرفكس. في سبب اخر اناتوميكال ديستورشن، اناتوميكال ديستورشن. لو جيت قلت للواد شريف اوف، ممكن توقف يا شريف ثانيه؟ عايز ثانيه واحده بس. شايفين شريف عامل ازاي؟ قلت له شريف ممكن استلف الشكل بتاعك؟ فاهمين الفكره؟ اقعد يا شريف ربنا يخليك، انا بس كنت عايز افهمهم المفرقه. فايه بقى؟ لو انا لبست الجاكيت بتاع الواد شريف ده اسبوعين ثلاثه يحصل ايه في الجاكيت؟ يبهوى. فاهمين الفكره؟ لو لبست الجاكيت اسبوعين ثلاثه يبهوى. يعني ايه يبهوى؟ يبهوس. طيب بصوا بقى، لو انا عندي السيرفكس ده كده حلو وابتدى يطلع فيه فايبرويد في النص، مش كده؟ وبعدين الفايبرويد دي قعدت جوه السيرفكس سنتين ثلاثة، يحصل ايه في السيرفكس ده؟ يبهوى. بس فهمنا؟ يبقى اذا هنا دي معنى كلمة anatomical distortion، ان يبقى عندي cervical polyp او fibroid والسيرفكس ايه؟ يبهوى. كويس؟ حبايبي الحلوين، نلم الاتيولوجي بتاع cervical insufficiency مع بعضينا. الجيولوجي بتاع السيرفايكال انسفيشنسي مي بي كونجنيتال او اكوايرد. هاي الكونجنيتال ده، ها الكونجنيتال ده ممكن يبقى ايزوليتد او بارت من كونجنيتال يوتراين مالفورميشن، بينما الاكوايرد ممكن يبقى عمليه في السيرفكس جايني او ابس، وممكن يبقى اناتوميكال ديستورشن. سهله واختها مش مستاهله. كويس؟ طيب كيف تشخص في رايك، كيف تشخص السيرفايكال انسفيشنسي؟ قول علي صوتك، قلت لي اسمك ايه؟ ايه؟ نزار. برافو، قول يا نزار. ها كذا بريجننسي، مش هتكمل، عداك العيب. صح، هو بيكلم صح، يعني سكند ترايمستريك ابورشن او ثيرد ترايمستر بريجننسي لوس، سكند trimester abortion او third trimester preterm labor. خلاص؟ وطبعا third trimester preterm labor كل ما كان قبل 34 اسبوع كل ما كان قوي. في مشكله في الكلام ده؟ كويس. مين فيهم يخليني اشخص اسرع، ال second trimester abortion ولا preterm labor؟ سكند ترايمستر ابورشن، مش احنا اتفقنا في ديسندنج مانر؟ يبقى انا كل ما انزل للمنحدر كل ما يبقى الضعف عندي ايه؟ اقوى، صح ولا لا؟ يبقى سيرفايكال انسفيشنسي القوي هيبقى فيه سكند ترايمستريك ايه؟ ابورشن. الاضعف شويه هيبقى فيه بري ترم ايه؟ ليه؟ في خلاف يا ولاد على الكلام ده؟ في مشكله؟ دكتور يا حاج، ايه اقوى حاجه بشخص بيها السيرفايكال انسفيشنسي في رايكم؟ عايز تشخص بقى تعمل عينة ايه؟ ايه فضل؟ تاخد منها هيستري. شوف قد ايه؟ اقوى تشخيص، اقوى تشخيص للسيرفايكال انسفيشنسي انها تقول لك انا عملت اتنين سكند ترايمستريك ابورشن وكانوا بينلس. وكانوا ايه؟ كانوا بينلس. تقول لها قولي لي احكي لي الحكايه كده. تقول لها خير، اللهم اجعله خير يا دكتور، انا كنت حامله الحمل اللي عم نول ده اللي هو اللي قبل اللي فات من سنتين كده، وبعدين ماشيه في الطرقه، وبعدين كان يوم 50 متراب وبتاع،
أبتشي لقيت الواد ما بين إيدي. شفت إيه؟ وبعدين نزل رعص له رعصتين ومات. ده من كثرة ما الأبورشن كان سريع لدرجة إن الواد ما لحقش يتفصل عن البلاستيك، يعني فاهمين أنتوا قد إيه الحكاية؟ يبقى ليه؟ طب كان بلس ليه؟ لأن أكتر حاجة بتوجع للسيرفايكال دايلاتيشن. تخيلوا؟ السيرفكس بيريزست الدايلاتيشن، فأكتر حاجة بتوجع في النيبر والأبورشن هي السيرفايكال الريزيستنس بتاع السيرفكس. هو السيرفكس ده فيه ريزيستنس؟ فبص تلاقيه عامل زي الأستك. أتشي يرحمكم الله يا مدام، خلصنا. فهمت يعني إيه؟ طيب وبعدين؟ فتقول لها طيب معلش يعني، تقول لك لا ما كملت لكش. بعديها بسنة حملت تاني، وبعدين وانا ماشية راح جوزي مزغزغة في ايديا. ما الله دي مزغزغة، دي مزغزغة. يعني اتنين second trimesteric abortion pills. يقول محمد عبد العليم يقول لك ايه بقى؟ يقول لك انه عندك history based diagnosis 2 في 2 بلس. يعني ايه 2 في 2 بلس؟ يعني 2 second trimesteric abortion plus penis. سهلة؟ طيب. او 3 third trimesteric preterm labor بشرط you should exclude كل الاذر causes. لازم تستبعد كل الاسباب اللي ممكن يعني انا ما كانش كل مره بيجي لها بري كلامزيا مثلا، كل مره بيجي لها نزيف، لا هي ثلاث مرات كده تمشي ويقوم الباقي البيبي نازل منها 34 و32 و30 و28 وكده. يوم محمد يقول لك ايه 3 في 3 بلس. يعني ايه 3 في 3 بلس؟ 2 في 2 بلس يعني 2 سكند تريمستريك ابورشن بلس ايه؟ بيلز. طب يعني ايه 3 في 3 بلس؟ يعني 3 ثيرد تريمستريك ابورشن بلس اكسكلوجن اوف اذر كوزز اوف بري تيرم ايه؟ فتجي لك العيانه معاها الورق ده تقول لها طب مبروك يا مدام الورق حضرتك كامل هنمضي لك، الف مبروك حضرتك كسبت معانا جائزه الفقره هتاخدي العلاج بتاعك كامل. فتقول لها فتقول لك ايه العلاج الكامل يا دكتور؟ تقول لها هنربط لك السيرفكس من تحت كده. هوريكم طبعا شايفين الرابطه ازاي؟ هنربط لك السيرفكس منين؟ من تحت. هوريهولكم. مش انا اي حاجه وعدت لكم ان انا اوريها لكم وريتها لكم، هوريكم. اربط لها السيرفكس من هنا بفتله كده. نسمي الفتله دي ايه؟ نسميها سيرفايكال سيركلاج. سيرفايكال سيركلاج. طيب هنا السيرفايكال سيركلاج عملته بناء على هيستوري ولا انفستيجيشن؟ فنسميه هيستوري بيست سيرفايكال سيركلاج. نعمله امتى السيرفايكال سيركلاج؟ ايه ايه هي حامل؟ قولي لي في الاسبوع الكام، اقترحي بس. اسمك ايه الاول؟ واحده واحده. واسمك ايه؟ مريم. قولي يا مريم اختاري كده. بسم الله عليك، شفتي بقى تدرجتي نفسك ازاي شاطره. ها فامتى؟ لما الفيرست تريمستر. شفتوا انتوا جبتوها لوحدكم ازاي؟ ليه؟ لان انا لو ربطت زي ما مريم اول قالت، لو ربطت في الفيرست تريمستر السيركلاج ده هيبقى لا منه ولا كفايه شره. يعني ايه لا منه؟ هو اصلا العيانه اللي فيها سيرفايكال انسفيشنسي بتشخص في بتسقط في الفيرست، يبقى انا مش مستفيد منه. ولا كفايه شره يعني ايه؟ لما اربط على بيبي ويطلع البيبي ده كروموزومالي ايه؟ مالفورمد، مش كده؟ مش لو البيبي كروموزومالي مالفورمد هينزل منه في الفيرست؟ بدل ما اقعد انا اثبت انا الحمل ده، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا اتفقنا لما نيجي نربط نعمل السيرفايكال سيركلاج اعرف كده ان انا هعمله ما بين 12 وما بين 14 اسبوع في الفتره اللي هي اسمها اللي هي بص كل رقم ليه معنى، كل رقم ايه ليه معنى. فلما اقول لك 12 ل 14 مش احنا اتفقنا الفيرست تريمستر 13 اسبوع، يعني يجي كده من قبليه باسبوع وبعديه باسبوع، يعني 13 بلس او ماينس 1 بس. وبعدين
16 اسبوع ابتدي ادي بروجستيرون اسمه 17 هيدروكسي بروجستيرون. ده اخو البروجستيرون الصغير، بروجستيرون يعني نوع من انواع البروجستيرون اسمه 17 هيدروكسي بروجستيرون، هستخدمه اسمه 17 هيدروكسي بروجستيرون كبرويت اللي فيكم، بس انا يعني بحبش اعقد. انت لو كتبت 17 هيدروكسي بروجستيرون قشطه، لو كتبت 17 هيدروكسي بروجستيرون كبرويت قشطه، بس ابتدي بعدها باسبوعين عند 16 اسبوع علشان زي ما اتفقنا هنا هتبتدي اليوترين الاوكسيتوسين ريسبتور تديفلوب وابتدي اعكسها. لو عايز اعكسها من دلوقتي، كان قبل كده مفيش، انا هنا عايز اعكسها قوي. يبقى انا عملت ايه؟ حل السيرفايكال انسفيشنسي بقى، في حل تحتاني وحل فوقاني صح؟ الحل التحتاني قلنا اسمه ايه؟ سيرفايكال سيركلاج، وده بيتعمل من 12 ل 14 اسبوع. والحل الفوقاني اسمه ايه؟ 17 ها هيدروكسي بروجستيرون، وده بيتعمل امتى؟ 16 اسبوع. حلو كده؟ طيب العينه هتتنتها كده للابد؟ تنفع؟ امال ايه؟ ايه يا فندم؟ ما قولوا لي كده؟ لازم عشان تولد اوقف البروجستيرون واقص الكلاس صح؟ امتى تفتكروا؟ اكيد اول الشهر التاسع اللي هو ايه؟ 36 اسبوع. اجيب السيد الاستاذ الدكتور الوزير المحافظ يقص الشريط بتاع السيركلاش ويمضي قرار وقف البروجستيرون صح ولا لا؟ يقول لك ايه؟ بص خلاص يوقف خلاص، وتعالى يقوم قصين الشريط بتاع الايه؟ السيركلاش. يبقى اجي عند 36 اسبوع اجيب الاستاذ الدكتور الوزير المحافظ يقص الشريط بتاع السيركلاش ويمضي قرار وقف مين؟ البروجستيرون. يبقى عند 36 اسبوع ريموف سيركلاش ستوب بروجستيرون، وسيب العيانه فور سبونتينيوس ايه انصت تولد بالسلام. طيب افرض العيانه دي لاي سبب ناويه تعمل سيزارين، يبقى هاجي عند 36 اسبوع اوقف البروجستيرون واشيل السيركلاش، ريموف السيركلاج وذ ايه؟ يلا سيزارين سكشن. لو العيانه ناويه تولد قيصريه يبقى انا عندي 36 اسبوع هوقف البروجستيرون، ده اكيد، ده اكيد. ليه؟ علشان ما يبقاش اليوترس لاكس فيجي بعد الولاده يفر الدم، اتفقنا لازم بعد الولاده يبقى كده. فاكرين الكلام ده ولا ايه؟ الكلام ده احنا عرفه ليه في الان بس يعني شفاش فاكر. يبقى انا هوقف عند 36 اسبوع الايه؟ البروجستيرون، واجي لما اعمل لها قيصريه اوريدي بقى وهي واخده بنجا بوصلها لايه؟ السيركلاش. مفهوم؟ اوكي. سهل السيناريو ده، 2 في 2 بلس 3 في 3 بلس صح؟ والعلاج من فوق ومن تحت، من فوق بروجستيرون 16 من تحت سيركلاج في اخر الترايمستر. في مشكله؟ بساعد انه اليوترس ده ليه بيزل تون بخففه عشان ما يبقاش لود مع البيبي على السيركس، فاهم قصدي؟ اليوترس يا اولاد بتاع كل الستات ليه بيزل تون، وده هنعرفه ليه. انا 36 اسبوع صوم، هي مش هتقصه دلوقتي ايج اوف ماتوريتي 37، هي مش هتقصه دلوقتي تخش في ولاده دلوقتي. اصل انتوا عارفين، بصوا معلش عشان الاجابه على سؤال ندى، انا بخاف اكتر ان العينه دي تخش في ليبر، بخاف اكتر بكتير قوي ان العينه دي تخش في ليبر وهي فيها السيركلاج. تخيل انت ممكن يعمل ايه في السيرفكس؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ فكل ما اوقف بدري يبقى افضل. فانا 36 يعني. طيب بص يا ولاد، طب دي هتقول حاجه؟ شفتوا السؤال ده هيتكرر كل مره يا ولاد؟ هو السؤال اعكسه بقى، ليه تقول قيصر يا مستر؟ طب ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ حد فاهم ان الولاده الطبيعيه دي فيها سموم قاتل ولا حاجه؟ لا لا لا. بص يا ولاد السؤال، اسمك ايه؟ ايه؟ بص سؤال نجيب ده هيتكرر كتير معانا وهيبقى اجابتي عليه واحده وما تتضايقوش مني. انت متخيل ان الانترفنشن هو ده السحر، ده الماجيكو، فكل مره هتقولي ليه كذا اقول لك طب وليه مش كذا؟ صح؟ قال لي قيصريه، خسرت سؤال وليه مش طبيعي؟ لا بالعكس، دي هتبقى ولادتها الطبيعي تبقى سهله ولا صعبه؟ جدي
سهله جدا. سيبها بقى. انا وصلت خلاص 36 اسبوع، انا ما بلمسهاش ب 36 اسبوع. هتولد عن 37 اسبوع ولاده سهله جدا. طيب اتناشر اربعتاشر علشان قبل كده مفيش فايدة منه، لانه البيبي الابورشن بيحصل في السكند تريمستر، ومش عايز اربط بدري ويطلع البيبي ده كروموسوم انيمال فورم، تديله فرصة لو كروموسوم ينزل. 16 ده الميعاد بتاع الاوكسيتوسين ريسبتور اللي البيزنتون بيبتدي يزيد فيه، يبتدي يضيق. ينفع طبعا، بس هو مش مفيد في الحالة دي غير دلوقتي. خلاص؟ طيب لو سمحتوا بقى ركز. افرض الست، نركز، الست جابت لي ورقها مش كامل. يعني ايه ورقها مش كامل؟ يعني ليه؟ بص يا دكتور، هو الحقيقه انا سقطت مره واحده في السكند تريمستر، يبقى دي واحد في اتنين مش اتنين في اتنين، صح؟ او سقطت مره او مرتين، سوري، ولدت مره او مرتين بري تيرم ليبر، يبقى دي مش ثلاثه في ثلاثه، صح؟ مفهوم الحته دي؟ ان انا قالت لي انا سقطت، هو احنا قلنا لازم تسقط كم مره في السكند؟ قالت لي سقطت مره واحده، هل ده هيستوري كامل؟ لا. طب قالت لي ولدت مره او مرتين بري تيرم ليبر، احنا قلنا المفروض تقولي كم مره؟ يبقى ده هيستوري كامل؟ يبقى تجي لي بقى تقول لي بص باشا، اللي فاتت حضرتك كنت عملت لها علاج من فوق وعلاج من تحت، انا بقى اهو، لا معلش حد، ورق حضرتك مش كامل، هطلع عند مدام زينب في الدور اللي فوقينا هتكمل لحضرتك ورقك. اكمل لها ورقها ازاي؟ عن طريق الالترا ساوند. والسؤال يا دنا، سؤال يا دنا مره تانية، ابتدي اعمل لها الترا ساوند علشان اشوف السيرفايكال لانث امتى؟ امتى؟ عشان اشوف السيرفكس ده طويل ولا قصير، امتى؟ لا تفرق جدا. اجل عند 12 الى 4. اول لما ابتدي ابتدي في 12 ل 4، ليه؟ عشان مش هتدخل قبل ايه؟ 12، عشان بفهم. لا خالص، انا هحط كات اوف فاليو هنا علشان قبل كده ما عنديش بريشر اساسا، فمش فارق معايا. فهمت الفكره دي ولا لا؟ يا رب تبقى وصلت. خلاص، يا رب تبقى وصلت للناس كلها، الناس كلها فاهمه انه الاساس بتاعي ان انا اشوف تست السيرفكس وعالج السيرفكس وعالج الكونديشنز دي كلها ابتداء من بدايه السكند ايه؟ تريمستر. طيب ايه البارامتر؟ هو انا قلته في النص، ايه البارامتر اللي انا عايز اشوفه في السيرفكس؟ اللينس ولا الدايلاتيشن وليه؟ واحده قالت لي الاثنين. طب اسمعي، مين اللي قال الاثنين؟ ارد عليكي؟ فاكره لما قلنا السيرفكس بيوسع ازاي؟ عم ابراهيم بتاع الفطير، فاكره بينزل الاول البريشر عليه يخليه قصير وبعدين يعمل ايه؟ دايلاتيشن، صح ولا لا؟ يبقى مين اللي بيسبق الثاني، ديكريز ان لانس ولا دايلاتيشن؟ طب انا عايز اشخص بدري ولا متاخر؟ يبقى اعتمد على مين بقى؟ حلوا حلو. اول مره كمان، لما السيرفكس بيوسع ازاي؟ لما السيرفكس ده بيبقى عليه بريشر زي ما اتفقنا، زي العجينه، بينزل البريشر عليه ده يعمل فيه ايه الاول؟ يفرده. طب وبعد لما يفرده يعمل فيه ايه؟ يبتدي يعمل فيه دايلاتيشن. الفرده دي اسمها ديكريز ان سيرفايكال لينث. يعني لو السيرفكس عندي ده كده الاول وقست طوله بالالترا ساوند كده ولقيت طوله ده 4 سنتي، شايفينه؟ العيان السيرفايكال انسفيشنسي هلاقيه عندها عامل ازاي كده؟ ولقي طوله بقى 1 سنتي، شايفين اللعبه دي ولا لا؟ يبقى هنا اللي بيحصل الاول انه بيحصل ديكريز مين؟ بالمناسبة بقى من الفايندنج التانية، ان الاقي الامنيوتك ساك بولجين كده، شايفينها في الحتة ماشي، مش مهمة دي. انما اهم بارامتر انا بدور عليه في الالترا ساوند هو السيرفايكل لانث، لان انا هيحصل لي ديكريز اللينث قبل ما يحصل لي دايلاتيشن. طيب
ايه الكات اوف فاليو؟ انا هعمل ترانز فاجينال سونار. اشمعنى ترانز فاجينال يا اولاد؟ يعني لما احط البروب كده على السيرفكس، مش دي اوضح صوره ولا ايه؟ يعني لما احط البروب بتاع الالترا ساوند دي اوضح صوره. معلش انا بفسر لكم كل كلمه عشان احنا في الاول خلاص. يبقى هعمل ترانس فاجينال سونار فور سيرفايكال لاد. طيب حطينا كات اوف فاليو ولا لا؟ حطينا كات اوف فاليو. الكات اوف فاليو ده قد كام؟ ان السيرفكس يبقى 25 ملي. يعني ايه؟ يعني 2 سنتي ونص. طول ما طول السيرفكس اكتر من 2 سنتي ونص احنا حبايب. امتى خاف؟ لما السيرفايكال لانث يبقى اقل من كام؟ من 2 سنتي ونص. اول لما يبقى اقل من 25 ملي تقوم مدام زينب اللي في الدور اللي فوقينا تديها ورقه مكتوب عليها شورت سيرفكس وخدمها بختم النسر. تقوم نازله من فوق تيجي عندنا. باشا مدام زينب قالت لي اجل حضرتك والنبي ما تشحططوني ما بينكم بقى. فقول لها وريني كده. انت سقطتي مره قبل كده سكند ترايمستريك ابورشن. وريني كده. معاكي ورقه ان السيرفايكال لانس اقل من 25% من 25 ملي. يعتمد تاخذ علاج كامل. ديب هو العلاج الكامل عباره عن ايه يا اولاد؟ سيرفايكال سيركلاج من تحت و17 هيدروكسي صح ولا لا؟ يبقى ساعتها اعمل لها سيرفايكال سيركلاج برضه، بس ساعتها هيبقى اسمه الترا ساوند بيزد سيركلاج، لانه الهيستوري بتاعها ما كانش ايه؟ ما كانش كامل. هي كملته لما عملنا الترا ساوند ولقينا فيه شورت ايه؟ سيرفكس. سهله؟ طيب افرض طلع السيرفايكال لينث ده اكتر من 25 ملي، فتنزل لي تقول وحضرتك ما دامتني مكتبه والله اقسم بالله انا جايه من بعيد ومش عارف ايه، والمره اللي فاتت الواد نزل في السكن ده انا كنت معديه ولقيته نزل لوحده حاجات كده. طيب اقول لها بص حضرتك هو مش هينفع نعمل لك عمليه، انا اسف يعني بس انا بعتذر لحضرتك جدا، هو حضرتك اخرج معانا احنا هنديكي 17 هيدروكسي بروجستيرون عشان يقلل الضغط على السيرفكس، لان حضرتك ورقك مش كامل. حضرتك السيرفكس عندك التست اللي عملناه اللي هو ترانز فاجينال سونار بيقول ان السيرفكس عندك طوله كويس فهو هيستحمل، بس احنا مش هنضغط عليه لان الثانيه عمليه. ها الكونسبت ابتدى يبقى موجود عندنا ولا لا؟ عمليه يعني قرار، قرار يعني صعب سيادتك. فاهمين الفكره؟ يبقى لازم اخد قرار العمليه ده لازم ايه؟ معطيات كتير علشان اخد قرار الايه؟ العمليه. اتفقنا؟ اوكي. اخر واحده بقى، امراه فله شمعه منوره يا روحي. يعني ايه فله شمعه منوره؟ عادي واحده برايم جرافيدا ولا واحده ولدت قبل كده وجايه عادي خالص. وبعدين قولوا لي كده في رايكم السونار بيتعمل كم مره اثناء الحمل؟ يا ماما بيتعمل ايه؟ كل اسبوعين. ده بقى الموروث الشعبي، مش احنا اتفقنا ان في ماركس كده وحاجات كده هنهدها؟ ايه يا فندم؟ كذابين عينيك كذابين عينيك كذابين. مفيش حاجه اسمها سونار بيتعمل، بس هي سمعت غلط. انا عارف السونار بيتعمل في الحمل مرتين مرتين. هتقول لي ده اجينست كل اللي احنا عارفينه. معلش طب انا اسف طب حقك عليا. طب اسال حد كبير بس. ايه السونار؟ ايه المرتين يا ولاد؟ المره الاولانيه في اخر او يعني من 10 ل 14 اسبوع اللي هو في اخر اربع اسابيع او اخر اسبوعين ثلاثه من الفيرست ترايمستر. ليه؟ اشوف انها حامل جدع واتاكد الحمل ده انترا يوتراين واشوف الديت وكده، يعني اشوف اتاكد انها حامل واشوف حامل في قد ايه وخلاص. خلاص؟ وبعدين اقول لها قابليني مره ثانيه في نص الحمل بالظبط. هو نص الحمل ده كام اسبوع يعني؟ 20 اسبوع. خلاص؟ في سونارات في النص؟ لا خالص. هقول لها قابليني امتى؟ عند 20 اسبوع. اعمل لك سونار اسمه ايه بقى السونار ده؟ تبص فيه على ايه؟ جندر. شوف اختصرت الحمل على فكره دي الحاجه الوحيده اللي مش مهم اعملها. ما هو دي الفكره، ما احنا بنعمل سونار كل اسبوعين عشان كده.
عشان الست تروح للدكتور ولا الدكتوره وتقولها شايفه ما شاء الله شبه بابا بالظبط، فالتانيه زي الهبله اوا وبتاعه كده ها، وتروح تقول لها مش انا صفته وهو مش عارف بيعمل ايه، يا هبله يا هبله يا هبله كده، ويحطوه على شاشه ال سي دي كبيره وبتاع، دكتور بس مش شكله اتغير شويه على المرفعتات كده، حاجات كلام بقى. سونار بيتعمل مرتين في الحمله يا اولاد، مره في الفيرست تريمستر تو دوكيومنت البريجنس، المره الثانيه في نص الحمله عند 20 اسبوع. ايه غرض بتاع 20 اسبوع ده؟ هبص الاول على البيبي وزنه ايه، كبر ولا لا، اوعوا تكتبوا حاجه، لا يكتب روح النور عشان احنا هناخد الالتراساوند والبريجنس. يا اولاد يا اولاد، يبقى هشوف البيبي وزنه قد ايه، كويس ولا لا، في كونجنيتال مالفورميشن ولا لا، المايه اللي حواليه حلوه، البلاسينتا موجوده في مكانها ولا لا، اليوترس اخباره ايه، البيبي ده يوتراين ارتري دبلر، اليوتراين ارتري مدخل له دم ولا لا، البيبي ده راسه فوق راسه، فاهمين الفكره؟ يعني بطمن على كل حاجه في الحمل وديتيلد انومال سكان، وابص على اليوترس وابص على السيرفكس، سيرفكس ده اللي انا هقوله دلوقتي، وابص على السيرفكس وابص على البلاسينتا وابص والقناوي والسيناوي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، لو كل ده كويس دي بشره خير. خلاص عشان كده انا بسموه، هنتفق هنسمي السونار ده بعد كده سونار الاستاذ حسين الجسمي، لما اقول لك ودي هتبقى دايجنوز لسونار الاستاذ حسين، انت عارف بقى خلاص انه الالترا ساوند ده بيتعمل عندي 20 اسبوع عشان ابص على السوداوي والقناوي وابن اخوه والحاجات دي، لو كل حاجه كويسه دي بوش، يعني دي بوش خير، يعني ما اقعدش اعمل سونارات ثانيه خالص الا اذا حصل بريجننسي ايفنت جديد. واضح؟ طيب ما حصلش بريجننسي ايفنت جديد، ما احنا متفقين دي بوش خير خالص، مفهوم ولا لا؟ اوكي، يبقى احنا الحمل فيه كام طب والباقي ده كوميرشال يا ندى، كوميرشال رسمي نظمي فهم، لو لقيت ابنورماليتي في سونار حسين الجسمي ده ابقى اروح اعمل له فولو اب، ما لقيتش دي بشره خير، فهمنا ولا لا؟ اوكي، بغض النظر عن مواقف بشره خير ان احنا بنتكلم في طيب. يبقى اذا العيانه اللي الهيستوري بتاعها فله شمعه منوره خلاص، هتعمل سونار عند 20 اسبوع ولا لا؟ كل التعفين اللفه دي كلها عشان ايه؟ علشان هقول ان العيان امونو هيستوري من ضمن سونار 20 اسبوع هتعمل سيرفايكال لانس عند 20 اسبوع، فانت تقوم سائل نفسك اوتوماتيك اول ما تروح، ليه مين اللي ليه بتعمل سيرفايكال يا عم، ما هو ده جزء من سونار حسين الجسم اللي بنبص فيه على كل حاجه، فاهمين ولا لا؟ فجزء من الالترا ساوند انا ببص على السيرفايكال لانس، تفتكروا السيرفايكال لانس عند 20 اسبوع هتبقى قد عند 14 اسبوع ولا اقصر شويه؟ وعلشان كده هنا الكات اوف فاليو بيتغير الى اقل واكثر من 20 ملم، الى اقل واكثر من ايه؟ من 20 ايه؟ ملم. دلوقتي العيانه دي عندها هيستوري، فهي ايه؟ راحت على طول عند مدام زينب صح؟ وجت معاها ورقه سيرفايكال لانس قال لي يبقى ساعه حضرتك مش عارف ايه وبتاع، لا معلش حضرتك هيك معاكي الترا ساوند بس، انا اسف جدا انا مش بعرف اعمل لك عمليه، هيك معاك ورقه في حاجه واحده بس هيك مش عارف هيك حاجتين حاجه بس، فحضرتك معاكي ورقه حضرتك فيها الترا ساوند بس، فاكرين اختها اللي كان معاها ورقه فيها هيستوري بس وما فيهاش الترا ساوند اللي هي دي صح؟ عملت لها ايه؟ 17 هيدروكسي بروجستيرون. يبقى لما السيرفايكال لانس يبقى اقل من 20 ملي هعمل لها ايه؟ بروجستيرون فقط، لان مفيش هيستوري. لما اجي راجع دلوقتي اقول لكم كل حاجه. طيب لو اكتر من 20 دي بشره خير. خلاص خلاص منها حاجه. تعالوا نراجع الكلام ده مره ثانيه ونفهمه.
ايه فاكر ايه انه اكتر من 20 متر هو ده نورمال نورمال اكتر من 20 متر ايه فاكر ما هو ده اللي انت فوتك منها ان تقدم البريجنسي سيرفيكالانس بيقل فاهم طيب نسمع بقى الحته دي مره ثانيه وبعدين نشرب نسكافيه دلوقتي بنقول ايه نقول ايه بنقول حبايبي بنقول ايه اسمعوني بنقول ان كيف اولا تعالوا بقى نشوف سيرفايفال انسفيشنسي بدايه ونهايه الاول يعني ايه بدايه ونهايه بدايه ان هو سكند ترايمستريك ابورشن او ثيرد ترايمستر بريترمينيت في خلاف على كده العيانين بينقسموا الى كذا كاتيجوري الكاتيجوري الاول معلش اسمعوني بقى لما بجلم يبقى انت معايا انا مش مع حد تاني الكاتيجوري الاول كاتيجوري عنده هيستوري كامل اللي هو ايه هيستوري كامل 2 في 2 بلس و3 في 3 بلس سهله وده بياخد علاج كامل العلاج الكامل سيركلاج عند 14 و بروجستيرون عند 16 وعند 36 اسبوعي الاستاذ دكتور وزير محافظ يقص الشريط ويوقف البروجستيرون اتفقنا ده كاتيجوري اسمه نمبر 1 كاتيجوري نمبر 2 عيانه عندها هيستوري كملته بالسونار عندها هيستوري ناقص بس كملته بالايه بالسونار يبقى دي اسمها دي حاجه عليه نسميها ايه بقى هيستوري بالعربي كده هيستوري كامل وده هيستوري ناقص الهيستوري الناقص ده كملته بالسونار فبقى ورقها كامل صح ولا لا يبقى مو هيستوري ناقص بقى بس ليها هيستوري بس هو ناقص يعني 1 سكند ترايمستريك ابورشن او مرتين بريتر ليبر او كملته بالترا ساوند عند 14 اسبوع في سيرفايكال لينث اقل من 25 ملي فبقى ورقها كامل راحت واخده علاج ايه كامل هو العلاج الكامل عباره عن ايه سيركلاج من تحت وبروجستيرون من فوق سهله كاتيجوري رقم 3 واحده جايه بهيستوري ناقص وورقها ما كملش علشان ما فيهوش ايه سونار فديتها نص علاج اسمه بروجستيرون لان ما اقدرش اعمل عمليه غير بالورق الكامل كاتيجوري رقم 3 واحده ما عندهاش هيستوري اصلا فكيالي بورق ناقص عباره عن سونار بس فاهمين الشبه بين الاثنين الاخرانيين دول جايالي بهيستوري مفيش هيستوري اصلا وورقه سونار يقوم مديها علاج ناقص اسمه ايه برضه بروجستير واحده جايالي لا بهيستوري ولا بسونار ما اعملهاش حاجه سهله يبقى اذا قولهم عشان خاطري كاتيجوري نمبر 1 تعالوا نعرف بقى نتكلم مع بعضينا باللغه الدارجه اتنين في اتنين يعني نحكيها زي ما انا بحكيها كده ها يلا كاتيجوري 1 عباره عن ايه اتنين في اتنين بلس او جميل واصبر دي محتاجه حاجه سهله واختها مش مستاهله تعمل ايه بقى علاج كامل يعني ايه علاج كامل سيرفايكال سيركلاج من تحت وين لغايه يجي الاستاذ دكتور وزير محافظ يقص الشريط ويقص كده طيب سهل طيب خش على اللي بعده عيانه جايه بهيستوري ناقص يعني ايه هيستوري ناقص واحد في اتنين بلس او اتنين في تلاته بلس او اكسلنت عامله ايه الترا ساوند امتى احبه وبعدين لو طلع اقل من كملت ورقه من عند مدام زينب يبقى حقها عليا تاخد اللي هو عباره عن وفوق احبه طيب نفس العيانه دي لو الالترا ساوند قال ان السيرفايكال لينث اكتر من 25 ملي وكامله نص علاج اللي هو ما عملش عمليه انا من غير ورق لا مؤاخذه معلش دي مسؤوليه حضرتك معلش طيب امراه بلا ماضي اجابين طيب بص امراه بلا ماضي كده كده اول سونار هتعمله محترم عن بس انا متوقع ان السيرفايكال لينث بعد شويه طيب الكات اوف فاليو هيبقى كام لو لقيت السيرفايكال لينث اقل من 20 ملي تاخد علاج ايه اللي هو ايه طب لو اكتر من 20 تبقى دي بشره خير احبه سهله اجري ايه
قال بصوا بقى انا عايز ايه تسعة ونص عايز 10 دقايق 10 دقايق ايه يا عم نجيب بتاع علشان انا هشتغل لغايه الساعه كام لغايه 10 وربع يعني انا عايز ربع ساعه بعدين مش كده يا فندم هو يا دكتور السيرفايكال انسفيشنسي يعمل اكتر او يعمل الاول ثيرد تريمستر بريدر ليبر ولا يعمل الاول سكند تريمستر ابورشن جاوب ثيرد تريمستر بريدر ليبر الاول صح حلو وبعدين يعمل سكند تريمستر ابورشن صح صح عادي طب ليه هنا 3 وهنا 2 هقول لك الثريشولد بتاعي يعني ايه الثريشولد بتاعي يعني السيرفايكال انسفيشنسي ده يبقى السيرفكس ضعيف قوي لما يعمل سكند ولا ثيرد العكس بقى مش كده يبقى هو بيبتدي بالثيرد بس لما يبقى ضعيف جدا يعمل ايه سكند ففي السكند ما بستناش الثالث انا عارف انه ضعيف قوي ومتوقع انه ضعيف قوي فالثريشولد بتاعي بتاع الدايجنوزس بينخفض انما البري تيرم ليبر ليه اسباب كتير قوي علشان كده كان مهم قوي استنى 3 مرات واكسكلود الاذر ايه كوزس مع احترامي الكامل للي ولدت مره بري تيرم ليه مش انا اعمل لها صمام ولا ههملها هملها هعمل لها صمام صح ولا لا يبقى اللي انا سقط اللي ولدت بري تيرم ليبر مره انا ما اهملتهاش ولا مش انا عملت لها صمام بس الثريشولد بتاعي كان اكثر انخفاضا وشخصت بدري اللي عملت سكند تريمستريك ايه ابو شفيف ارجو ان الحته دي ما تعملش ديبيت احنا اتفقنا ان هو ديستندنج مانر بيبتدي بثيرد تريمستر بري ليبر وبري تيرم ليبر وبعدين يبقى سكند وهكذا طيب عم هشام اقفل لي النور ثانيه واحده هناخد حاجه لطيفه قوي احنا بس هوريكم السيركلاش كده بسرعه ايه يا عم هشام اطفي كله يا عم الشيخ بتخوني بتخوني يا عم حسين بصوا بصوا عايز اوريكم شويه حاجات كده عايز اوريكم شويه حاجات كده بسرعه بصوا بقى دلوقتي ايه لسه الصوره ما وضحتش لسه ايه يعني ايه المشكله استناها لما توضح خالص شايفين الصوره اللي مش واضحه دي يا ولاد طيب بصوا ده الفورسبس اللي هو يبقى دي راس البيبي وراكب عليه الفورسبس دوت بحيث ايه يشد ده اللي انا عايز اوريه لكم انا عايز اوريكم دي بصوا يعني ايه سيرفايكال سيركلاش شايفين الابره دي الابره دي دخلت كده شايفينها الابره دي بعد لما دخلت كده ده خرجت من هنا شايفين سنها ولا لا وبعدين رحنا مدخلينها هنا تاني صح وبعدين رحنا مدخلينها ثالث وبعدين رحنا مدخلينها رابع وطلعينها من هنا يسموا السوتشر دي ايه في الطب بشكل عام بيرس سترينج سوتشر عارفين يعني ايه بيرس سترينج بص يا دكتور انا دخلت بالابره كده صح معايا طب دخلت بالابره كده ما مش عارف ايه اللي مش طب اعمل ايه اجي كده دخلت بالابره كده كويس وبعدين رحت داخل بيها تاني كده وبعدين رحت داخل بيها تاني كده ورحت داخل بيها تاني كده ورحت شادت فعملت بيرس سترينج سوتشر يعني ايه بيرس سترينج سوتشر يعني سره بين الدادير عارفين فكرة الصرة بتاعت الدنانير بتاعت أفلام الكفار؟ بلاش عارفين البتاع الأحمر الصغير اللي بيتحط فيه الذهب الخاتم؟ الذهب أساساً؟ طيب مهم؟ إيه؟ العطور قال لي معلش يا باشا إحنا مش وش ذهب وكده اللي بيتحط فيه العطور، العطور بتتحط في البتاع ده؟ المهم مش مهم مش مهم بس هنقوم بقى مخلصين السيركلاش ونشوف بقى عطور ولا ذهب. المهم إن أنا لما بقفل ده بشد ده بيقفل طيب لما يقفل بقى انا بعتمد اساسا
على انه الخيط ده فورين بودي وانه يعمل حواليه شويه فايبروزس. الفايبروزس انيشيالي قوي بعد كده بيضعف، انما طول الحمل الفايبروزس ده هيبقى ايه؟ ممكن على اللونج تيرم يضعف مفيش مشاكل، بس انا يهمني انه ده فورين بودي مع مسكتي مع شويه الفايبروزس يخلوا لي البتاع ده ايه يمسك التاني. خلاص كده ادي الايه، ادي السيرفايكال. فهمنا ولا السيرفايكال انسفيشنسي كويس؟ مش عايز تضغط مرات يا مصطفى، هو انت يا مجرم يا مجرم يا مجرم خليها تعيط، ده انا ضحك معني. طيب بص يا اولاد، ليه انا ممكن اعمل induced abortion؟ induced abortion معناها elective intention يعني انا اللي قاصد اعمل termination of pregnancy by artificial means before the age of viability. لاحظتوا ايه؟ انه ده تعريف الابورشن زاد عليه الكلمتين دول، يعني لما تشيل دول termination of pregnancy before the age of viability ده تعريف مين؟ elective intention by artificial means، صح ولا لا؟ هشام الخوصي. طيب elective intentional termination of pregnancy before the age of a of viability. هنا يبتدي الموضوع ينقسم الى قسمين كبار. القسم الاولاني therapeutic. يعني ايه therapeutic؟ ايه دكتور therapeutic maternal and fetal؟ يعني ايه maternal؟ ايه دكتور؟ ان الام فيه عندها مشكله خلتني اخد القرار ان انا اعمل termination of pregnancy. متفقين؟ تفتكروا ايه الحاجات اللي ممكن تخليني اعمل كده في الام؟ اديني امثله بس. بري اكلامسيا تسقط. ليه بقى؟ هقول لكم ليه بس مش عارفين. لان البري اكلامسيا دي عباره عن متسلسله، عباره عن بلاسنتال اسكيميا. البلاسنتال اسكيميا دي بصوا بقى، البلاسنتا معلش الحاجات دي انا هستفيد منها، كل كلمه بقولها دلوقتي التكرار ده بيعلم الشطار، بس بشرط ان الشطار دول مش لما اقول كلمه وما يلاقيهاش قدامه يبتدي يجيله اسفيكسيا نيوناتورا. بس ده كل اللي انا طالبه، ده اللي انا طالبه. انا بعيد الحاجه علشان مره في مره في مره يبقى الكلام ده مبتذل ما بيننا، كلام مبتذل سافر. طيب ايه الحكايه؟ البلاسينتا عندها مبدا يعني عيش عيشه فل ينموت احنا الكل. يعني ايه؟ لو جبت لها بلاد سبلاي حلو تقول لك حبيبي يا مدلعني يا مدلعني يا مسددني، وتقوم مديها الست فازو دايليترز، فتبص تلاقي الستات ضغطها في نص الحمل يحصل له ايه؟ ينزل. طيب اديت لها بلاد سبلاي قليل يعني عملت بلاسينتا الايه؟ اسكيميا. نبتدي بقى شتايم بالام، امك وامي وحاجات كده، وتبتدي تطلع فازو كونستريكتور ميتابولايت، تعمل فازو كونستريكشن ويبتدي الضغط. طيب يبقى عشان البري كلامزيا تحصل محتاجه البلاسينتا تتكون الاول، صح؟ وبعدين قول البلاسينتا دي بيحصل لها اسكيميا، وبعدين البلاسينتا لما تحصل لها اسكيميا تعمل جروب على الفيسبوك كلنا البلاسينتا، وبعدين اللي يبتدي الناس تدوس لايك وشير وكده، فيبتدي الجسم تباعا، وخلي بالك من كلمه تباعا، يحصل فيه اسكيميا حته ورا حته ورا حته. الكلام ده علشان يحصل ويبان محتاج يبقى بعد 20 و24 و28 اسبوع. عشان كده بري كلامزيا اذا ديزيد اوف ذا سكند هاف اوف بريجننسي، فاهمين؟ انما الكرونيك هايبرتنشن ينفع. يعني ايه كرونيك؟ يعني واحده اصلا حامل وهي اصلا اوريدي عندها هايبرتنشن ديجا، في عندي جه يعني اوريدي يعني عندها من الاول عندها ايه؟ اه لا ده انا والفرنساوي كده يعني انا الفرنساوي. رحت قلت لهم ايه بقى؟ الفرنساويين دول مجموعه من البشر لطيفه جدا، بيعملوا ايه؟ بيصحوا الصبح بيدوهم شويه حروف كتيره كده لازم يخلصوهم اخر النهار، فتلاقيهم حاطينهم كده وما لهمش استخدام بس محطوطين في كل حته كده، واخد بالك؟ فانت تروح ايه؟ انا رحت كده فقلت له بص I want to go to Port Milot. لنا مسيو بارتيميو. حالك والأو والدي والإل والحاجات دي أنا جايبها من بيتنا حضرتك.
مش هاك اللي كتبها على البتاع هقول لي روح بورت بلوت اروح بورت بلوت ايه بورتيميو يعني ما علينا يعني. فالمهم نرجع مرجعنا تاني قول لي كرونيك هايبرتنشن اوافقك اللي هي عندها اوريدي هايبرتنشن بيفور بريجننسي يقوم والهايبرتنشن ده انكنترول تقوم اسقطها الكارديا الرينا ما توجعش دماغك في انك تقعد تحفظهم كلهم احفظ واحده بس اللي انا هقول لك عليها عشان هتنساها اسمها ايه اللي انا هقول لك عليها تحفظها سيفير هايبر ايميسيس جرافيدون لان اللي باقيين دول دايابيتس وهايبرتنشن وهارت مش قلتهم افتكرت منهم 2 3 4 5 شغال يعني هتعدي على الجسم وكده بس هايبر ايميسيس دي هتنساها يبقى خليك ناصح يلا في مذاكرتك خليك اقتصادي يلا في مذاكرتك يلا يعني ايه اقتصادي انا هنسى دي انا عارف لا وانت جاي لي عشان اعمل كده عشان اقول لك انت هتنسى دي يا ولد الباقيين قول له ضغط وسكر وقلبه مش عارف ايه وايه الامراض بقى وكرونيك رينال وليفر واي كلام بس دي هتنساها يبقى دي اللي انا هحفظها واقول هنا ميديكال كل الامراض بتاعه الستات ولا تنسى الهايبر ايمز بس خلاص طيب يبقى اول حاجه ميديكال ديسورد اتنين مالجنسي قولوا لي ايه مالجنت بتقترحوا ايه يا ولاد بريست طبعا 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 لان البريست كانسر استروجين اند بروجستيرون ديبندنت الاثنين العينه تحمل من هنا العينه اللي عندها كانسر بريست او هيستوري اوف كانسر بريست في اخر سنتين انسى وايه كمان وكانسر بتاعه الفيميل جينيتال تراكت زي ايه اندوميتريوم تسقط يا بابا اندوميتريوم تسقط ليه بقى اولا لو عينه عندها كانسر في الاندوميتريوم تفتكر هتحمل ده واحد نمره 2 بقى ودي اللي انت ما تعرفوش ان العينه اللي بيجي لها كانسر الاندوميتريوم دي ست عندها 60 65 سنه دي ديتا صعب تبقى لسه عايزه تخوي حمامك يعني الفكره دي مش مطروحه قوي واصلا الحاج تحسه في البيت فاهم فالفكرة ايه يا ولاد ببساطة انه هنا هقول سيرفكس واوفر واخر سيرفكس واوفر دول يجوا في اليونج ايج ولا يمنعوا الحمل وهنعرف هتقولي كانسر اوفري ممنعش هنعرف اقول لك ليه بس يبقى مالجنسي كانسر بريست سيرفكس واوفري دي اللي انا عايز منه ايه مش الاندوميتريوم عشان ما جيش ده الخروف وهم كاتب ايه اندوميتريوم الراجل هيجري وراك في بقيه اللجان نسا وراح يسقطك ويطالب بطبيعه كشف الطب ويعمل لك كاريو تايبنج ويشوف انت ترايسو لكام على طول طيب اللي بعد كده يا ولاد ايه مينتال ديس اوردرز دي مشكله دي بقى مش كتير منكم يعرف المعلومه دي الاخت نبيله عبيد فيلم توتو فيلم تاني خالص بقى مهروس شفتوه طيب هنا ايه من حق اي طفل يا ولاد ان يبقى عنده ام سليمه تربيه كويس الستات اللي عندهم منتال ديس اوردر سبيشالي طبعا السكيزوفرينيا ممكن تقوم بالليل تخنق فاهمين يبقى لس ان الكونديشن اللي عندها ان عندها دي كنترول حلال فيها مين الثيرابيوتيك ابورشن يبقى ماتيرنال انديكيشن واحد ايه ميديكال ديس اوردر اثنين ايه مالجنسي ثلاثه ايه منتال ديس اوردر سهله طيب فيتال واحد miss the abortion and blighted ovum صح هتقولي بقول لك ايه مش ده spontaneous ولا ايه spontaneous ولا endios الاثنين هو البيبي مات spontaneous صح ولا لا وبعدين عملت له expectant management وسقط الانديوز spontaneous او عملت له medical evacuation او surgical وسقط الايه endios صح ولا لا يبقى اذا هو يا اختي كده ينفع وكده ينفع يعني هو حضرتك مع السبونتينيوس سبونتينيوس ومع الانديوس انديوس انا ممكن اعمل له ميديكال وسيرجيكال مانجمنت فيبقى انديوس وممكن اعمل له ايه اسيبه سبونتينيوس فيبقى ايه سبونتينيوس اتنين مولر بريجننسي بصوا انا ماشي معاكم كده حلو كده خلاص هناخد الفيزيكولار مول خدنا بقى يعني تاني صعب ناخده قبل الاجازه مهم خالص انما ممكن اول حصه بعد الاجازه تبقى فيزيكال مول بعد كده ننطلق ويجرى ايه خلاص فالمولر بريجننسي ده لو الحمل العنقودي ده حمل ما يكملش ده لازم ينزل خلاص هنعرف ليه اتنين مال فورم البيبي بشرط ان المال فورميشن دي تبقى انكومباتبل ويذ لايف كل ده ثيرابيوتيك وكل ده
حلال حلال حلال. نيجي بقى للإلكتف أو الفولنتري أو الكريمينال. أنا مش عايزة جسمي يبوظ، مش عايزة جسمي يبوظ يا إيه؟ دي نقطة بقى، يا محمد يا حسين يا مايكل، فيقول لها طز فيك، لا جسمي بقى. يا هيثم يسقط اي مشكله، يعني لو هو هيثم بس حبيبي يا هيثم والله الله يخليك. طب في وائل هنا ولا حاجه؟ فاهمين الفكره؟ فايه هي تقول لك انا مش عايزه جسمي يبوظ، فاقول لها ايه اتنيلي على عيني خلاص، احنا انا لبست فيكي خلاص، اتنيلي بقى احملي وقت عيال وجسمك يبوظ وعوضنا على الله وخلاص وربنا كريم ان شاء الله. انا فاكر الصوره بتاعت زمان يجرى ايه يعني. او 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 بابا بقى يا هيثم يا محسن يا مصطفى برضو عشان نبقى كلنا مع بعض، بس انا مش عارفه بابا مين بالظبط، فانا هنزل ده اسمه إلكتف. في بلادنا بنقول عليه كريمينال، وبيني وبينكم علشان ما نختلفش في ديبيت، والديبيت ده فكروا فيه كده ويعني نبقى نتكلم فيه بعدين، اللي هو ايه؟ لو انت قلت ان ده كريمينال وما نزلتوش كويس، هتروح عند واحد تحت بير السلم يحط لها عضو ملوخيه وتموت، صح؟ تستاهل، ايه رايك؟ او في ناس تقول لا ما تستاهلش، ما نسقطها احنا بقى وخلاص. انا محمد عبد العليم ما احطش ايدي في العينه دي، فاهمين قصدي؟ ابدا على فكره ولا العينه دي. ليه؟ ما اعرفش. هل انا صح ولا غلط؟ انا شخصيا مش عارف، انا شخصيا مش عارف، انا ما احطش ايدي لا في العينه دي ولا في العينه دي خالص. ففي ناس قعدت تناقش تقول لي اه بس دول هيروحوا لغيرك وهيبقوا مش شطار وهيعملوا لهم ويساووا، اقول لهم ما اعرفش. طيب لو انا بقى انا محمد عبد العليم لا قدر الله انا خلاص يعني خلصت، بس لو لا قدر الله كان جالي بيبي في داون ولا حاجه كنت هنزله ولا لا؟ ما اعرفش. شوفوا قد ايه بقى، ما اعرفش والله ما اعرف. بس هو على الاقل ساعتها لو نزلته هبقى بشيل ذنب نفسي انا، انما نقعد انا اشيل ذنب الناس تانية ليه؟ وانا يعني ايه يعني ملجا خايف؟ فالفكره ببساطه ان الكلام ده ديبيتبل، عشان كده احنا بنقول إلكتف وفولنتري بين قوسين كريمينال، لانه مجرد مش كده؟ طيب ايه الوسائل يا اولاد اللي احنا خدناها لهذا التيرمينيشن؟ واحد ساكشن كيوريتج، ساكشن كيوريتج ان انا اعمل باكيوم اسبيريشن، وشفنا ازاي ده اتعمل في الفيرست ترايمستريك ابورشن. نمره 2 دايلاتيشن، شفتوا دايلاتيشن اند كيوريتج وشفتوا ساكشن كيوريتج خلاص تشك. على فكره ساكشن كيوريتج انا ساعات اكتبه ساكشن ايفاكويشن، هي بس انا شرحتها ان هي عباره عن ايفاكويشن الاول سوري ساكشن الاول وبعدين ايه كيوريتج. قول عليها ساكشن ايفاكويشن، قول عليها ساكشن كيوريتج. تمام. شفتوا الهيستروتومي لما يحصل فيلد الاذر ميثود باد جنرال كونديشن وكومبليكيشن اشر اذر كونديشن زي يوترين سكورز صح، زي بلاسينتا كفرنج ذا انترنال اس، زي ابدومينال سيركيليشن. جه الوقت دلوقتي اقول لكم يعني ايه ابدومينال سيركيليشن، وان كنت مش ناوي اشرحها دي في حصه الافرت في الاخر، ولكن بص كده علشان الاسم يبقى معانا. حضرتك ربطت العيانه دي من الفاجينا مرة واثنين وثلاثة، وبرضو العيانة دي تيجي عند 20 أسبوع وتنزل البيبي، فتقول الواضح ان الربطة من تحت دي مش إفكتف. انا هعمل ايه؟ هفتح بطنها واربطها من هنا، هقفل اليوترس منين؟ من عالي. العملية دي عملية بتتعمل فاجينال ولا ابدومينال؟ فعشان كده اسمها ابدومينال ايه؟ سيركليف. بس خلي بالك بقى الابدومينال سيركليش انا مش كل حمل هقعد افتح البطن واعمل العمليه دي، ده انا بجيب خيط بيرمننت واربطه واسيبه. الست دي تحمل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، طبعا مش كده يعني تحمل مرتين تجيب عيلين بس وبعدين يحلها ربنا. فين السؤال اللي انت هتساله لي حالا؟ هي بتحمل ازاي وبتولد ازاي؟ اولا اي سيركليش، وده اللي انا حاولت اوضحه لكم، معتمد على الفايبروزس وعلى ان السيرفكس ما يفتحش. السيرفايكال كانال مش بتبقى مقفوله ضربه ومفتاح. انت عارف اخوك السبرم ده قد ايه؟ ده مايكرونز، يعني هيعدي ولا لا؟ هيعدي.
والعينه جايه تحمل عادي عادي جدا. فاهمين ولا لا؟ يبقى في كنال تسمح ان السبرم يعدي، بس الكنال دي ضيقه بحيث ما تسمحش للبيبي انه ايه ينزل. يبقى ده اجابه السؤال الاول. السؤال الثاني، وتولد ازاي؟ لازم كل مره تولد باي سيزيريان، ولازم كل سقط تسقط باي استروتومي. انا اصلا ما عنديش اوبشن ان انزل البيبي من تحت. فاهمين الفكره ولا لا؟ يبقى اذا الابدومينال سيركلاج ده is a permanent indication for cesarean section او for ايه هيستروم. بس عشان لما تقرا الكلمه تبقى فاهم معناها ايه. طيب بصوا دي يا اولاد، دي مش هزار، دي مش مزحه. هيستريكتومي ان توتو. يعني ايه توتو؟ يعني تشيل اليوترس وتوتو جواه البيبي. فده مش هزار، مش لازم مزحه، بكلمكم بجد. هيستروتومي ان توتو يعني اعمل هيستريكتومي واليوترس جواه. امتى اعمل ده؟ ايه ده اللي انتوا شايفينه ده؟ ده فيزيكال هرمون. ده ايه الفيزيكال هرمون ده؟ هنعرف بعد كده. لقيت ال HCG عالي قوي، فشكيت انه احتمال يبقى كوريو وعيانه عندها 40 سنه ولا 42 سنه وعندها 3 عيال. فقلت من الافضل ان انا اعمل هيستريكتومي انتود واشيل الفيزيكال هرمون معاه. اقول لكم مثال ثاني، عيانه فيها سيرفايكال كانسر وفوجئت انها حامل في 6 اسابيع. فيها سيرفايكال ايه؟ ايه رايكم نعمل لها سكشن الاول؟ ليه؟ شاطره اسمك ايه؟ دينا. شاطره دينا قوي. بتقول لي لو جيت ادايليت السيرفكس ده هيحصل سبريد للكانسر، فيبقى افتحها عشان اعمل هيستريكتومي انتوتو. مش انا كده الكانسر سيرفكس اعمله هيستريكتومي ولا لا؟ يبقى اعمل هيستريكتومي واشيل البيبي بالمره ايه جواه. فهمنا فكره هيستريكتومي انتوتو؟ يبقى دي وسيله للابورشن في حالات التيومرز، سواء كانت تيومر ده او البيزيكال هرمون ده تيومر او الكوليو كارسينوما دي تيومر او السيرفايكال كانسر تيومر. خلاص دي الحاجات السيرجيكال 4 اوبشن. قلنا ساكشن كيرات وفهمنا استخدمناها امتى. دي هنسيو فيها مثلا هيستروتومي وهيستريكتومي انتوتو. الميديكال ميزوبروستول both in first و second، فاكرين ولا لا؟ في الفيرست ادينا لوحده، وفي السكند ابتدينا بيه وبعدين حطينا ايه؟ اوكسيتوسن. اصل اهو الاوكسيتوسن في السكند تريمستريك ترمينيشن اوف بريجننسي. شوف يا عمر هنا ما فرق لك الحاجات في الميثود هنا، فاهم؟ في الميثود دي فرق لك الحكايه ماشيه ازاي. مين ده بقى؟ انتي بروجستيرون. ليه اسم مفيش بروجستيرون؟ قولها وبلوق كده. ليفي بريستول قولها بلوق. انتي بروجستيرون مفيش بروجستيرون قولها بلوق. ليفي بريستول. حلو. الليفي بريستول دون في الفيري ايرلي بريجننسي ممكن اديه، هو عنصر مساعد، هو مش بيسقط لوحده. افكتيف انكريز مع الاورال والفاجينال ميزوبروستول، بيزود الاورال والفاجينال ميزوبروستول انهم يشتغلوا عن طريق ان هو انتي بروجستيرون. يعني باختصار شديد جدا، لما تدي انتي بروجستيرون بيانتاجونايز اي افكت للبروجستيرون في تثبيت الحمل مع الميزوبروستول اللي بيستيميليت الكونتراكشن، فبيسهل الايه العمل. يبقى اذا يا اصدقائي في عندي فور ترمينيشن اوف بريجننسي، ساكشن كيراتج ودي ان سي، صح؟ ودول عملناهم في الفيرست ترايمستريك ابورشن لما كنت بخش اجيب البيبي وايه واطلع. وفي عندنا هيستروتومي وهيستريكتومي ان تودو، ودول عملتهم امتى؟ لما البيبي هنا كبر شويه وهنا لما كان معاه ايه تيومر. اخيرا في عندي بروستاجلاندين وعندي اوكسيتوسين، دي انديكيشنز مختلفه. بحبكم كلكم، اشوفكم ان شاء الله المره الجايه.